اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتاب. ويبقى الاهلي دائما مش عظيم عشان بيكسب، والباقي انتوا عارفينه. ابراهيم اهلا بيك يا باشمهندس، اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في حلقه الخميس من ملك وكتابه. الاهلي مش عظيم عشان بيكسب، لا ده بيكسب عشان عظيم، والكلمه دي ما نحتهاش المهندس عدلي عشان بس نبقى شاهدين على السرقات الادبيه دي، نحتتها المبدعه منى عدلي القيعي. الحقيقه جمله عبقريه جدا، لكن جايه في توقيت كمان شديد الاهميه وشديد الدلاله على عظمه الاهلي. عشان كده حلقه النهارده عنوانها الرئيسي الاهلي البطل الامس واليوم وغدا ان شاء الله. الامس البعيد والامس البعيد قوي كان الاهلي بطلا، النهارده والنهارده بالتحديد الاهلي بطل متوج، وبكره ان شاء الله يبقى الاهلي بطل يا باشمهندس. يا رب يديم الايام الجميله على الاهلي لانه يستحق هذا واكثر. وزي ما احنا قلنا عظمه الاهلي هي مصدر الالهام. عظمته في تاريخه، في مبادئه، في قيمه، في مواقفه، في مكانته، في ريادته، في رموزه، في ترفعه، في شموخه. في ترفعه. امال ايه؟ في شموخه، في ادراكه الحقيقي لمعنى الرياضه وحرصه على غرس هذه القيم الرياضيه، انك انت مش مهم انك تكسب بقدر ما مهم انك تسلك السلوك القويم وتطبق كل المعايير بتاعه الشعارات الاولمبيه، وهو ما يجسده الاهلي في كل تصرفاته ومواقفه. عشان كده الاهلي دايما وابدا بينتصر لمبادئه وبمبادئه. يعني لما بينتصر في اي حدث رياضي او في اي منافسه رياضيه، القوه الحقيقيه الوقود بتاع انتصار الاهلي بتبقى ثوابت هذا النادي، قيم وتقاليد ومبادئ هذا النادي، درجه تمسكه بيها، درجه حرصه عليها، درجه تحكمها فيه. ازاي تقدر تتصرف دايما وابدا من منظور قيمك؟ ازاي تقدر دايما وابدا تكون البطل في ضبط النفس؟ ازاي دايما وابدا تكون انت البطل في الانتصار للرياضه والانتصار بالرياضه؟ لانك مش هتنتصر بالانتصار الحقيقي الا بقيم الرياضه، ومش هتنتصر ابدا في مجال رياضي الا لما تكون انت بطل وتستحق. منذ لحظات قليله انتهت حفله الشركه الراعيه، شركه بريزنتيشن راعي الكره المصريه، لتكريم الاهلي بطل الدوري، بطل الدوري بتاع السنه اللي فاتت وكل سنه ان شاء الله. الدرع 41 اللي تسلمه الاهلي منذ قليل، يمكن دي لقطات ثابته من حفل التكريم اللي نظمته الشركه الراعيه ومجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، استاذ عمرو الجنايني مع الكابتن محمود الخطيب. كانت احتفاليه فيها كتير من المعاني والدلائل يا باشمهندس. اول معنى وهو اللي كان حريص الكابتن الخطيب يؤكد عليه هو نفس الكلام، وهو ايضا ما اكد عليه او ما اكدت عليه كلمه الاستاذ عمرو الجنايني. سمعت اجزاء قبل ما اجي وانا قبل ما اجي على هنا، ان الاهلي المعنى والعظمه والقيم والتقاليد والرياده، كل الكلام ده كان محور الكلمات اليوم. لم يكن فقط الاحتفال بان الاهلي كسب بطوله، يعني لان ده امر متكرر بالنسبه للاهلي، وما هوش يعني لا يجسد وحده قيمه النادي الاهلي. النادي الاهلي يا استاذ ابراهيم فكره. طب انا عايز اقف عند المجري بقى. ربنا يديله الصحه يا رب، لانه كلام كتير اتقال اليومين اللي فاتوا. الاهلي مهمل الكابتن مصطفى عبده، الاهلي ما بيسالش على الكابتن مصطفى عبده، الكابتن مصطفى عبده عيان، وكلام كتير قوي انتوا سمعتوه يمس وفاء النادي الاهلي. ولما يتقال كان مقصود بيه الكابتن محمود الخطيب اللي هو الصديق الصدوق وصاحب المشوار المشترك الكبير، توأمه في الملاعب. كابتن مصطفى عبده يرفعها، الكابتن محمود الخطيب يحطها. يعني اتنين صنعوا نجوميه كبيره جدا للكره الاهلاويه، وعملوا انتصارات وانجازات للكره المصريه تفوق الحصر. بس لما هذه العلاقه تمثل بهذه الاساءات وهذه الشائعات، يجي الرد من الملعب برضه.
كابتن مصطفى عبده ومتعه الله بالصحه والسعاده دايما ان شاء الله، موجود في الحفل، حريص على تكريم اللعيبه، حريص على شكر كل من ساهم في انجاز النادي الاهلي، وحريص انه يكون مع الكابتن محمود الخطيب، والكابتن محمود الخطيب يكون مع المجد. احيانا بتيجي مواقف ومناسبات ترد على كل الكلام، ابلغ رد يعني، لقطه غير مدبره وغير مقصوده، ولقطه فرحان بيها اخونا عصام شلتوت. طبعا في حميميه، لقطه دافيه جدا. الكابتن خطيب حتى وهو النادي الاهلي وهو يعني بيحتفل بهذه البطوله في معنى كبير قوي كان من خلال توجيه الدعوات لكل من ساهم وشارك. ايوه، سواء بقي في النادي او غادر النادي. ووجهت الدعوه حتى لسارتي، راحت له الدعوه، هو الراجل اعتذر يعني لبعد المسافه. ادعى لسارتي وادعى كارتيرون وادعى كوليبالي، سليف كوليبالي، كل الناس اللي ساهمت في هذا الدوري تم دعوتها. وده يعني هو ده المقصود من الرياضه، ان احنا مش بنستاثر باللقطه لوحدينا. ولذلك لما جانا كان هناك في كده مرحله بدات تظهر كلمه الانا، عملنا وسوينا وبتاع، يعني احتكار اللقطه واللحظه ده غير موجود في النادي الاهلي، انما دايما الفضل يرجع الى اصحابه ولكل من ساهم في هذا الانجاز يعني. وده حق الناس، دي مش نوع من يعني البقشاشه عليهم يعني. هو ده احنا بنلعب الرياضه عشان كلنا يعني ندين لبعض بالفضل. العمل الجماعي يا استاذ ابراهيم هو سر النجاح. صحيح. محدش بينجح لوحده، محدش بيجي لوحده كده في غفله من التاريخ يسرق لقطه ويقول لك انا اللي عملت. ودي كانت حتى بتبان في اداره النادي، في جوه مجلس الاداره. ايوه. محدش يعني انت بتتكلم وانا بتكلم وانا بقول اقتراح وعجب الناس وصوتوا. ما يذكرش بناء على اقتراح عادل القيع وابراهيم النيسي. وما يذكرش مين اللي وقف مع القرار ومين اللي ضده. أيوة. انما يذكر انه قد تم اعتماد القرار واصبح قرارا يدافع عنه الجميع. هو ده كل دي دروس، وبتقول لك الاداره السليمه تمشي ازاي والصادقه. الصدق هو عنوان النادي الاهلي اللي على مدى الايام الماضيه واللي قبليها واللي قبليها واللي قبليها كان في حرص على الضرب في مصداقيه الاهلي، الضرب في ان النادي الاهلي بتاع القيام، ويدولك امثله لا تتوافق، ومن حرصهم على ان يجي يقول لك ايه، ما هو فلان الفلاني هرب واتهموه بالخيانه ودلوقتي بيكرروا وبيعملوا، ويدولك امثله حتى عشان يدللوا على الكلام، يقوموا يغلطوا في اللوائح والقوانين، لوائح الدوليه، لحد ما يتم التلقين في الميكروفونات ويصلحوا، يقول لك لا ده انت متاكد من المعلومه دي، فالتاني يقول له يقول له لا اصل يعني على الهوا. انا مش عايز، ما احنا اتفقنا ان احنا ايه يعني نبعد عن القصه دي شويه. وهتيجي لحظه هكلم برضو، دايما في لحظه توهج الاهلي لازم اكلم ولادنا. ايوه، هتسمح لي ولا عايز تخش في؟ طبعا طبعا. وانا بقول ولادنا بكلم ولادنا ابناء هذا الجيل اللي يعني عنده ميزات لم تكن متاحه لاحد قبل الان، وهي التعبير عن رايه على الملأ دون حسيب او رقيب. ويشعر بالتفاعل في اللحظه من خلال السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي. في بعض المصطلحات بتتعمل بحسن نية، أنا بأربأ أن يكون النادي الأهلي يعني يقع في هذا الفخ ولادنا ويروجوا له. أولا بداية، جماهير الأهلي عشرات الملايين، والإحصاءات دايما بتقول أن هم بيتجاوزوا من 60 إلى 70% من الشعب، مش من عشاق الكرة. أي عشاق الكرة بيزيد عن كده. طيب، لا أحد حصل على توكيل من عشرات الملايين عشان يقول لك الجمهور يقبل ولا يقبل. بالظبط ولا غلط؟ صحيح.
يبقى رأي الفرد. ولا أحد يملك على مصادرة الحق أن يصادر على متخذ القرار أن يقول له لا أصل الأهلي ما عملش كده. ده رأيك. أيوه. بس أنت ما تعرفش الأهلي الكواليس فيها إيه. حتى لو الأهلي ناوي ياخد هذا الرأي مش من حقك أن أنت اللي تقول الأهلي ما عملش كده. آه. محدش يملك لوحده الكلام باسم حشرات الموضوع. الملايين لم يوكلوا احد، لا وكلوني ولا وكلوا حضرتك، احنا بنتكلم وبننسب الاراء لانفسنا. ولما نيجي عند سياسه النادي الاهلي لا نصادر على حق المجلس ابدا. ولا نقول المفروض المجلس يعمل كذا. بتقول هذا ما نفهمه. او بنبعد. هذا امر يخص المجلس. فتبص تلاقي الولاد بينظروا على بعض وعلى النادي الاهلي في السكه. لما بنرفع شعارات تخصنا بنرفعها عشان نتعلم احنا منها، عشان يعني ناخدها نبراس لينا في علاقتنا بنادينا. الاهلي فوق الجميع، جميعنا. ايوه. وشرحنا دي ألف مره. مش فوق الاخرين. لو خرجت للسوق وصدرت المشهد في السوشيال ميديا عشان يساء استخدامها، والاهلي فوق الجميع، هو مش فوق احد. هو مش فوق احد خارج النادي الاهلي. بالظبط. خالص. الاهلي فوق مصلحه ابنائه. وهذا تعالي والاهلي يؤكد على قيم التواضع. ايوه. واحترام الاخرين. واحترام الاخرين. طبعا. فما تاخدوش الامر من سياقه لان ده بيأذي النادي الاهلي. مفيش حاجه اسمها جمهوريه الاهلي. شعب الاهلي. ولا شعب اي نادي ولا جمهوريه اي نادي. ولا في شعب اسماعيلي ولا في شعب مصري ولا في جمهور المصري وجمهور الاسماعيلي وجمهور الاهلي وجمهور الزمالك وجمهور الاتحاد و و و و لكن ما فيش شعوب لهذه الانديه. في جماهير. مصر وطن واحد في شعب واحد. وطن واحد لشعب واحد اسمه مصر، وشعب واحد كلنا خلايا فيه بقدر حجمنا. على فكره ده كلام مهم جدا، لأن الناس حتى بتستسهل. شعب الإسماعيلية، شعب بورسعيد، شعب الزمالك، شعب الأهلي، ده كلام ما يصحش. ما فيش حاجة اسمها شعب الأهلي. أنا هتكلم عن الأهلي. عن الأهلي ما فيش حاجة اسمها، إنما في جمهور الأهلي. ما فيش حاجة اسمها جمهورية الأهلي. ما فيش حاجة اسمها جمهورية الأهلي. هذا كلام حتى لو بيتقال من باب التحفيل والكلام ده كلام غير مسؤول. صحيح. ما فيش حاجة اسمها الأهلي فوق الجميع، في حاجة اسمها مصر فوق الجميع لما ناخد المشهد خارج النادي الأهلي. ولكن في الأهلي، الأهلي فوق الجميع. جوه الأهلي، الأهلي فوق الجميع. إنه مصلحة الأهلي فوق كل مصلحة لأي أي نادي. احنا حرين مع بعض. أيوه. فوقنا، أقول لك أختلف أنا وأنت يبقى الأهلي الأول. ما تعملش كده، الأهلي فوق الجميع، أقول لك عندك حق. لما نيجي نخرج بره المشهد، لا مصر فوق الجميع. الأهلي هي دي القيم اللي احنا نرى انها تخدم النادي الأهلي، تخدم النادي الأهلي بقدر ما تخدم مصر. هي تخدم النادي الأهلي لأن في ناس بتستغل دي وبتغرز بخبث شديد هذه المعاني في نفوس البعض عشان يروجها ويبتدوا يقولوا شوف الأهلي فاكر نفسه ايه. الأهلي مش فوق حد. ده في التحريض على الأهلي. ايوه. حق يراد به باطل. يقول لك كده عشان انت تتكلم بالطريقه دي. لا، الاهلي ينحني بمسؤوليه امام مصلحه الوطن. الاهلي حريص على ان يكون هو اللبنه الصالحه في بناء هذا الوطن. فمن فضلكم خلي بالكم، لان من غير ما ناخد بالنا بعد شويه المعاني دي مش هتبقى في صالح الاهلي ولا في صالح الرياضة ولا في صالح المجال كله. داخل الأهلي، الأهلي فوق الجميع. خارج الأهلي، مصر فوق الجميع. عشان كده أعتقد حفل النهاردة اللي أقامته شركة برزنتيشن راعي الكرة المصرية لتكريم النادي الأهلي بطل الدوري 2018-2019 ويا رب دايما إن شاء الله، كان في معاني كتيرة. طبعا كلمة الكابتن الخطيب لوحدها حكاية، حكاية وحدوتة كبيرة قوي قوي. كلمة قوي. مرتجلة مختصرة عميقة عميقة، ردت على كل شيء. خلصت كل حاجة. هنجيلها طبعا، يعني إن شاء الله تجهز فنيا وتشوفوها. لكن
انا كمان استوقفني كلام الاستاذ عمرو الجنايني. وليه عمرو الجنايني؟ عمرو الجنايني رئيس اللجنه المؤقته لاداره اتحاد الكوره، جاي من ملعب زملكاوي شديد الانتماء والمشاكسه لانتمائه، وكلكم تابعتوه على السوشيال ميديا. ولما عين على راس هذه اللجنه قوبل بعاصفه من هذا الانتقاد بسبب هذا الانتماء، وكان كلامه واضح جدا: حاسبوني على المسؤوليه ما دام جلست على كرسي اداره الاتحاد. سيبكم من كل الهزار اللي قبل كده والانتماءات الشخصيه، لكن حاسبوني على مسؤوليه وانضباط الاداء بالعداله التامه. وفضل الناس كلها تنتظر. النهارده كلامه في حفل تكريم النادي الاهلي في كلمات ليها معاني كتيره نقف عندها. لما بيقول الاستاذ عمرو الجنايني بعد ما هنى النادي الاهلي وهنى الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره على هذا التتويج، قال: نحن لا نحتفل بتتويج الاهلي بلقب الدوري. الحكايه مش دوري، الحكايه مش الدوشه دي كلها فقط. ايوه، كنت عايز كلمه فقط بالظبط. احنا مش بس الليله دي عشان نكرم الاهلي كبطل للدوري، لكن بنحتفل بعراقته ككيان وطني على مدار التاريخ. هنا مبعث الفخر بالاهلي، والفخر الاول لمصر ان يكون فيها هذا النادي اللي لو لقى فعلا من التقدير ما يكفي يحتفى ويحتفل بيه اي يوم احتفال، لانك انت في نادي او بتشجع نادي بتفخر بنادي هو الاول في العالم، في العالم حصدر للبطولات، بطولات كرة القدم على سطح البسيطة، سطح الكرة الأرضية، كل الدول اللي بتمارس كرة القدم، الأهلي الأكثر نجاحا في كرة القدم، الأكثر تحقيقا للبطولات في كرة القدم، في عموم البطولات المتنوعة رسميا. فلما يقول الأستاذ عمرو الجنايني، ومن هو عمرو الجنايني، يقول: نحن لا نحتفل بتتويج الأهلي بلقب الدوري، بل نحتفل بعراقته ككيان وطني على مدار التاريخ المصرية. قلت إيه؟ قلت كويس. قلت كويس. يعني كلمة طبعا مكتوبة بذكاء، مكتوبة بمسؤولية، ذكاء ومسؤولية. ولكن أنا لما بقول فقط لأني مش عايز أضيع لحظة الاحتفال بفوز الأهلي بالدوري، كفاية أنه اتاخد في هذا المشهد الوقور قوي اللي ما يتناسبش قوي مع بطولة يجب أن يحتفل بها في الملعب، ولكنها يعني حاجة شيك، فاهم إزاي؟ شيك قوي. كنت أتمنى أن يكون الاحتفال في الملعب، وأرجو أن ده يبقى قرار اتحاد كرة القدم من هنا ورايح، يبقى الاحتفال بالبطولات في الملاعب عشان الجماهير ليها عندنا حقوق. الكلمة مسؤولة، كلمة برضو شيك كويسة. أنا لما حطيت كلمة فقط بس من عندي عشان أقول إن احنا ضبط الصياغة، عشان أربط، عشان أربط بين المناسبة، يعني دي مش دي بس، في يعني احنا بمناسبة فوز النادي الأهلي نحتفل بالأهلي ككذا كذا كذا كذا، بما لا يقلل من قيمة الدوري يعني فقط. عايزين أيوه؟ عايزين يعني الكلمه حلوه قوي لدرجه ان ممكن تسرق الضوء من الحدث. فانا بشكره على الكلمه اولا، واشكره ان دي نظرته للنادي الاهلي. والاستاذ عمرو الجنايني يعني الحقيقه او لجنته صفار يعني في المشهد كده، الدنيا ماشيه وكويس. ولكن ينقص حاجه واحده اللي هنفضل نتكلم فيها كل ما تجيلنا فرصة: أين الرد على شكاوى النادي الأهلي للجنة الانضباط؟ أين؟ فين؟ إيه اللي حصل؟ الأهلي كتب لأكثر من جهة، في جهات ملزمة بالرد وفي جهات أنت بعت لها تلتمس وتناشد، مش عايزين نقول وتستغيث يعني. انما الجهات دي طبعا مش ملزمه بالرد، لكن ملزمه بالبحث بطريقتها. ما تيجي تقول مجلس الوزراء، ما تيجي تقول رئاسه الجمهوريه، ما تيجي دي جهات بتحط لها الموقف عشان هي تبص عليه بطريقتها وتعالجه اذا كانت ترى ان هناك ما يستحق العلاج بطريقتها.
انما في جهات ملزمه. اتحاد الكره ملزم بالرد، اللجنه الاولمبيه ملزمه بالرد، الوزاره ملزمه بالرد، مجلس الشعب مش ملزم بالرد عليه، ولكن ملزم بالتفسير امام طلبات النيابه. فخلينا في اللي احنا نقدر نقول لهم لازم ترد عليا. الثلاث جهات دول هنفضل نسالهم، هو انتوا ليه مش بتردوا؟ خير ان شاء الله خير. ليه مش بتقولوا طب بنحقق؟ طب ليه مش بتقولوا حفظنا لان ما لقيناش حاجه؟ لان كل رد من دول رد له قيمته، لان اذا ما خدتش حق النهارده التاريخ هيجيبه لي بكره. اما انت ترد ردود لا تتسق مع الموقف ولا تنطبق عليه، هناك تاريخ يحاسب. فانا ارجو ان احنا نتلقى الردود من الجهات التي يلزم انها الملزمه بالرد، لان انت بتتكلم ان في لوائح بتحكمها، بتحكم العلاقه. يعني هي عندها من اللوائح ما ينظم هذه العلاقات، فلما يحصل ضرب لهذه العلاقات، لما يحصل خروج من اي عنصر من العناصر ايا كان، ايا كان بالظبط، هيبقى في قرار، وقرار رادع. يعني اين مش شايفين؟ يمكن طب قولوا لنا انكم مش شايفين ان في خروج، يبقى فهمنا مش فهمنا موقفكم. خلاص احنا شايفين ان في خروج على راي رئيس مجلس النواب الكويتي السيده الفاضله مرزوق الغانم. السيده الفاضله ترى ان لها حق وانا ارى ان لي حق، فانا بطلب الحصانه عشان نروح للقضاء الذي يستطيع ان يعطي لكل ذي حق حقه. فليه لا؟ اذا كنت مش عايز تاخد قرار حوله للقضاء. انما انت بتقول لي ممنوع القضاء وفي حصانه ومش عارف ايه، والجا للجهات دي، الجا للجهات دي ما تردش. هذا بيؤدي الى ايه؟ استمرار التجاوز واستمراء التجاوز صحيح، والاستقواء على الاخرين. ما فيش بقى، ما خلاص يعني انت ساعات تبقى خايف لحد يكتب فيك شكوى، لكن اول ما تكتب الشكوى وما حدش يعمل حاجه انت بقيت زي الحديد. تعمل اللي انت عايزه. وهنا احنا بتبقى كانها دعوه للفوضى، كل واحد ياخد حقه بدراعه. وما اظنش ان حد هيبقى سعيد في المجال الرياضي ان الناس تطلع ترد على بعضها. او تتراشق او تكلم بعضها. يعني النهارده دورك في 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 لجنه، اسمها لجنه انضباط ليه؟ عشان لو في خروج عن الصح هي بتقومه. طب واللجنه الاولمبيه اللي عندها كل المواثيق وكل القيم الاولمبيه، وهي ايضا عندها جهه الاختصاص اذا اردت ان تشكو باللجنه بتاعتها، اللجنه القضائيه. طب الوزاره بقى اللي هي الهد، عندها القوانين وعندها عندها المسؤولية في رعاية الرياضة وتربية الناشئ. صحيح، لأن دي وزارة الرياضة والشباب. هل من مصلحة الشباب إن احنا نقدم له نموذج لا يمكن حسابه ويعمل اللي هو عايزه ويتجرأ على الجميع، ولا بنقول للغلطان تكير يا أولاد يا صغيرين أهو احنا أهو اللي هيعمل كده هيتحاسب. ولما بيتقال لك يعني مش عارف ايه المربوط يخاف السايب، هو ما في امثله عندنا في حياتنا بتدي لك حتى جايد او دليل للتربيه. ما ينفعش تطنش، ما ينفعش، ما ينفعش يبقى البطل هو اللي يقدر يأذي الناس كلها وما حدش يجي ناحيته. البطل طول عمره هو ذلك ده. حتى الفتوات بتاع زمان كان عندها قيم نبل وشهامه. يعني في قصص نجيب محفوظ الفتوى ده كان اللي هو الناس بيجيب المظالم رغم انه بيجيبها بطريقه غلط، ها، بس كان حتى الذي يحركه شيء نبيل يجيب لك المظالم. عايزين باذن الله الاستاذ عمرو الجنايني يعتني بهذه النقطه عشان يبقى يعني شغال
كما نتمنى. وعنده لجنة الانضباط برئاسة المستشار الجليل المستشار البنداري، اللي عرضنا أكتر من مرة الفيديو الخاص له والأستاذ أحمد موسى بيبارك له على رئاسة اللجنة، قال له اللجنة هتكون معنية بين، قال له بالكل، وقال له عارف اللي في دماغك، أي عنصر من عناصر الكرة أو الرياضة، مجلس إدارة، أجهزة فنية، أجهزة إدارية، رئيس نادي، مدير كرة، قال لك كل العناصر خاضعة للائحة الانضباط. الأستاذ أحمد موسى هو بيسأله كان متأكد إن المواجهة دي هتحصل واللحظة دي هتحصل وهيجي له شكوى بالمعنى ده. ثم لا شيء. معرفش في شيء ولا لا شيء، بس إمتى؟ نتمنى إن إحنا نشوف. لن نمل السؤال. إن شاء الله يا رب يجي لنا رد بالحفظ عشان نقدر ناخد الدرجة الأعلى. بالظبط. ما هو أنت هتصعد إزاي وأنت ما تردش عليك أول درجة؟ طيب. حفلة النهاردة الكبيرة الحقيقة زي ما أنا قلت لكم كان فيها معاني كتيرة جدا، فيها كلمات راقية ورائقة جدا زي ما شفتوا، بس كمان فيها رسائل أهلوية لآلة حريصة على تكريم مؤمن زكريا، الشركة المنظمة أيضا أو الشركة الراعية حريصة على تكريم مؤمن زكريا، حريصة على دعمه نفسيا ومساعدته إن شاء الله إنه هيرجع في أحسن حالة بإذن الله. حسام عاشور عمل اللقطة بتاعت، عشان تشوفوا ده إنتاج أهلاوي، فاكرين اللقطه بتاعت حسام غالي وعماد متعب هما بيستلموا الكاس، كل واحد فيهم بيقدم التاني، حسام اللي هيستلم عايز عماد، عماد اللي بيلعب عايز حسام، وكانت لقطه فيها كل المعاني الاهلاويه اللي اتكررت قبل كده مع اجيال مختلفه كتير. طب دي نتيجه تربيه ولا نتيجه عشوائيه؟ لا تربيه. بس ده اللي احنا بنقوله. النهارده حسام عاشور اطلع يستلم الدرع، لا يطلع مؤمن زكريا معايا. فبصوا دي المعاني، دي المعاني اللي الاهلي بيحافظ بيها بين اجياله على قيمة احترام الزميل، بالذات لما يكون زميل كبير وصاحب مجهود وصاحب ظرف لازم أن يقدم. الأنانية مش طبع أهلاوي أبدا، العمل الجماعي هو اللي بيبني، العمل الجماعي هو اللي البلد محتاجاه، روح الفريق وفريق العمل هو ده اللي الأساس الحقيقي لأي أعمال تنمية. يا أخي والتواضع، والتواضع، ما ده تواضع من حسام عاشور برضو. إنما كمان هل يصح انه في بطل يستلم البطوله بعد كل هذه الشهور؟ هل شفتوا حد؟ احنا بنقول ده عشان حفله الليلاد ديت، ادي متعب وحسام عاشور وحسام غالي اهو، لا تعال انت اهو، تواضع، والناس كلها بتسقف لهم، لقطه فيها تواضع. بالظبط، فيها التواضع وفيها اذكاء روح العمل، الايثار. مش أنا لوحدي، لا أنت. فكرة إن أنا أتوج بطل وأديله درع الدوري في غرفة مغلقة أو في قاعة مغلقة، دي مسألة أتمنى إنها تكون المرة الأخيرة، لأنه ده مش موجود. يعني أفهم إن إحنا في قاعة في فندق ممكن نعمل حفل تكريم لأسماء الفائزين في أوسكار أو في أي مسابقة، لكن إحنا تنافسنا في الملعب، احنا لعبنا 34 اسبوع في الملاعب المفتوحه، احنا فرجنا الناس كلها علينا، الناس كلها شافتنا واحنا بنلعب كوره في ملاعب مفتوحه، ازاي تنافسني في ملعب مفتوح وتكرمني وتتوجني في قاعه مغلقه؟ بعدين اللعيب عايز يلبس ميداليته وعايز يتصور مع درعه في الملعب، اللحظه لحظه الفرحه. الكلام ده للاهلي، لاي فريق ياخد البطوله، لاي حد. الكوره بتصنع البهجه، اللاعب لما يشعر انه فاز بالدوري فاستلم الدوري في لحظتها، ده بيلعب، ده بيحصل في كل دول العالم اللي انتوا بتشوفوها. ما بنفكركم بالدوري الانجليزي والدوري الاسباني، شوفوا كل الفرق، شوف مانشستر سيتي وهو بيتوج بالدوري الانجليزي على سبيل المثال، شوفوا الدوري الاسباني، شوفوا كل الدوريات في كل دول العالم الاحتفال بيها في ارض الملعب. احنا بنحتفل بكاس مصر في ارض الملعب، وبيسلم الكأس للفريق الفائز في أرض الملعب. ده مانشستر سيتي مثلا هو بيتوج، وهتشوفوا بعدها كل التتويجات اللي حصلت لأبطال بياخدوا اللقب وبياخدوا الفرحة وبياخدوا اللقطة وبياخدوا السعادة وبيصدروا لجماهيرهم السعادة بعد موسم كامل شاق وطويل، وياخدوا ميدالياتهم على المنصة. مش حفلة أوسكار هي. بالظبط. ده مش أوسكار فني. آه ده رياضه.
فاسمع المجلس اللي فات او الاستاذ ثروت سويلم او غيره، لا ما رضيناش ندي الاهلي الدرع في الملعب حفاظا على مشاعر الفريق الاخر. يا سلام يا سلام، من امتى انا ما بتوجش بطل حفاظا على مشاعر الفريق اللي خسر؟ الكاس في فريق خسران. طب والكاس ما واحد بيخسر حالا في لحظتها، والسوبر في فريق بيخسر. وبعدين ده انت فرصه ان الفريق الخاسر والفريق الكاسب بيقدموا نموذج رياضي حلو، بيقدموا ده هي دي الرياضه، ده هي دي، ده هو ده المعنى بالظبط. ده هو ان الناس بتخلي يعني بمناسبه يعني ممر الشرف، الخسران لما بيعمل ممر الشرف ده هو ده ده اعظم رساله توجه في الدنيا، ده اعظم انتصار للرياضه. والخسران نفسه على فكره يروح ما عندوش غصه. اليوفي بيتوج في الدوري الايطالي الا الاهلي. فكله بصوا كل الدوريات، وده الطبيعي وده المنطقي وده الدارج. نتمنى انه فكره التكريم في غرف مغلقه مراعاه لايه؟ لمشاعر فريق. يا جماعه مش كده، دي مش رياضه. اصل انت كده بتديني حاجه وانت خجلان قوي. لا، الفائز اي فائز، البطل اي بطل، يحتفى بيه ويحتفل بيه في الملعب وهو لسه بعرقه. اعطي البطل درعه قبل ان يجف عرقه. انجاز الكلام، هو عرق وتعب وفاز وفرح، حقه وحق جماهيره تحتفل معاه وتحتفي بيه. لكن افضل ساكت شهرين ثلاثه لما الدنيا تهدى، اجيبه في اوضه مقفوله، روعه التكريم شكرا، مشاعر طيبه أنا كده شكرا. انا كنت حتى حريص على كلمه فقط دي، لان ما هو مش كمان حلو قوي ان يبقى الاهلي بقيمته كما ده يقيم في مناسبات بحجمه ده، لكن انت لازم فكره ان انا بطل الدوري تاخد حقها. بس طيب، زي ما قلت لكم الاهلي اهدى مؤمن زكريا اغنيه خاصه في حفل التكريم، ده كان نوع من الدعم. ده الدوري الفرنسي وتكريم باريس سان جيرمان بطلا ليه. احنا بنعرض ده كله علشان الروح الكويسة اللي بيقدمها عمرو الجنايني والناس اللي معاه في مجلس إدارة الاتحاد، هم اللي لازم يحرصوا على ده. أي فريق بطل يتعمل له حفل تكريمه وتتويجه في أرض الملعب علشان جماهيره، أي جماهير لأي بطل. المجموعة دي عندها فرصة ذهبية تخش التاريخ، منها ترسخ الصح. الصح، مش هتخترع بالظبط، ترسخ الصح. وهم لحد دلوقتي بنسبه حاجه و80% في نجاح في هذا في هذا الاتجاه. ده حقيقي. نتمنى نتمنى ان شاء الله، لانه ده اياكس وتكريمه في الدوري الهولندي، يعني هتلاقوه في ميدان عام في العاصمه. يعني هو ده هي دي الفرحه يا جماعه، وهي دي صناعه السعاده، وهي دي قيمه الرياضه، وهو ده تأثير كرة القدم. الكرة اللي بتعدل المزاج الشعب العام، الكرة اللي ممكن تحل كل المشاكل اللي على الأرض، الكرة اللي هي فعلا تضخ كميات من التفاؤل والفرحة والبهجة، يعني الرأس والمشاعر الإيجابية عند جماهيرها. وزي ما بقول لكم والله بنتكلم لصالح الكرة ولصالح أي بطل. احنا ما بنضربش الودع ولا ضامنين ان الأهلي هيتوج بالدوري ان شاء الله السنة دي، بإذن الله تعالى يتوج، بس احنا بنتكلم حال فوز اي فريق بالبطل بالبطوله يتوج في الملعب، يتوج في الملعب وفي حضور جماهيره، عشان فعلا نبرهن على قيمه الكوره وتاثيرها على الشعب كله او على جمهورها. لا، وحتى الناس تتعلم بقى، ما فيش حاجه اسمها غصه ومراره والكلام ده. طبعا احنا اجتهدنا احنا الاثنين، فاحنا احنا الاثنين، احنا الثلاثة، احنا ده كابتن خطيب مع مؤمن زكريا ووليد سليمان وكل اللعيبة وكل المسؤولين مع مؤمن. واعتقد يعني حتى اهداء اغنية خاصة وهو كله حتى بيحتفل وايديه على ودانه في اللقطة اللي بقت ماركة مؤمن زكريا. يعني ربنا يمتعه بالصحة يا رب، ويحافظ للأهلي على هذه التقاليد العائلية الجميلة اللي هي بتلهم ناس كتير في المجتمع. يعني طيب،
في بطولة الدوري بقى احنا قلنا لكم الاهلي البطل الامس واليوم. الامس لانه بين الاهلي والدوري قصة طويلة قوي، ما اعتقدش في بطولة حبت بطل قد ما الدوري المصري حب الاهلي. هذا الارتباط الشرط الكبير، جملة تشعر الاهلي بطل الدوري، تلاقيها مكتوبة على جدار شعبي في قرية، تلاقيها مكتوبة في على سبورة مدرسة، تلاقيها مكتوبة على كراسات، تلاقيها مكتوبة في كل الصحف القديمة والجديدة، الأهلي بطل الدوري. وتلاقيها مكتوبة حتى في وجدان الجماهير. تعرف أول ما بتبدأ الأهلي يتفوق ماتش ماتشين ثلاثة، الأهلي بطل الدوري. هو ده، هي بطولة اتعملت عشان تختبر مقومات البطل، عشان تختبر النفس الطويل، عشان تختبر قوة وتماسك نسيجك الإداري، عشان تختبر مدى سلامة منظومة العمل اللي عندك، عشان تختبر ثوابتك في التعامل مع كل المطبات والمنحنيات اللي هتقابلها طوال الموسم. كل مقومات ومكونات الأهلي الإدارية تقريبا يا باشمهندس بتخضع للاختبار في الدوري. انت قلت اصل كلمة واحدة، ايوه واحدة بس، بتقول ايه؟ البطولة اللي بتحب الأهلي. احنا في الستينات، الناس تشير الى الستينات ايوه انها الفتره الـ السيئه في تاريخ الاهلي. من 60 ل 66 ست مواسم. عارف ليه؟ عشان الاهلي كسب الدوري مرتين وكاس مره، وظل ينافس على اللقب بتاع الدوري للمباراة الأخيرة بتاعت الأهلي الإسماعيلي الشهيرة. أيوة. اللي اتلعبت يعني والجمهور في الملعب يعني. فأنت تخيل بقى، هو ده لما تقول الأهلي في الفترة دي كان وحش، ده أكبر اعتراف بقوة الأهلي. إنه لما يكسب ثلاث بطولات وينافس على بطولة حتى الرمق الأخير أو بطولتين حتى، وبعدين البطولات تتوزع ايه على سائر الانديه. يعني الترسانه خدتها، المحله خدتها، الاولمبي خده، الاسماعيلي خد الدوري، والزمالك طبعا خده اكتر من مره. فانت متخيل بقى انك انت عشان اتحطيت، يعني حتى انت لما تيجي تشوف الدوري هتلاقي انت خدت الدوري مرتين، الزمالك خدوا مش عارف مرتين او ثلاثه مش فاكر، والانديه خدت الاربع انديه الاخرى خدت الدوري كل واحد مره واحده. اذا هو ده الاهلي، لما بتروح منه البطوله بيتحاسب على البطولات. ده ابتدوا يحسبوا لك بالفلوس. اتهمنا باهدار المال العام عشان ما كسبناش بطولتين. تخيل. ما هو خد بالك حاجه، انت في كل جيل الاهلي حقق رقم قياسي للدوري. انا مش بهزر، انا رحت في مجلس الشعب عشان في مذكره اتكتبت من عضو مجلس الشعب. حاسبوك في مجلس الشعب على انه الاهلي ضيع الدوري؟ اهدار المال العام في مجلس الشعب. انت ما بقالك ثلاث سنين ما خدتش الدوري. الله. وبعدين؟ لا، لما انا قلت لهم يعني انتوا بتتكلموا بجد، ما تيجي نتناقش. طب انتوا عندكم حصانه، هتسمحوا لي بالحصانه دي؟ فضحكوا. قلت لهم يعني انا لما في السنين العجاف اللي انتوا بتقولوا عليها دي اكسب ريال مدريد وحقق نتائج غير مسبوقه، منهم ماتشين بيعتبروا احسن مباراتين في تاريخ الكره المصريه، 6-1 و4-4، 6-1 مع الزمالك و4-4 مع الاسماعيلي، واخسر الدوري في الرمق الاخير مرتين. صحيح. وبعدين اكسب الكاس واكسب السوبر واكسب افريقيا واكسب السوبر الافريقي، فحضراتكم تستدعونا عشان تقولوا عدم الفوز بالبطولات، وجايبين اجهزه فنيه زي جوسيه تصرفوا عليه وما خدتوش بطولات، اهدار مال عام. انتم لا تحاسبون الاهلي على فقد البطولات، ولكن بتحاسبوا الاهلي على عدم احتكارها، ونوعدكم هنحتكرها. الكلام ده وقد كان. والله وقد كان والله، لدرجه ان هم رفعوا الموضوع من المضبطه وقالوا احنا نعتبرها جلسه وديه نناقش فيها هموم الكره المصريه.
حاسبوك في البرلمان على ضياع الدوري. ده كانت شكوى. اه. راحت الوزاره والوزاره بعتتها للنادي الاهلي ومحرم كان زعلان. انا فاكر رحت انت وكابتن محرم. لا انا قلت له قال لي انا قلت له بقول لك ايه؟ انا لا مش هروح. قلت له محرم تعالى نروح. ربنا يديله صح. قلت له بس تعالى واقعد اتفرج. حرب اعمل كده طبعا لان انت جاي تحاسبني اهدار ملعب عشان ما كسبتش الدوري. ايه ده؟ امال كل الانديه الثانيه دي تتحاسب ازاي؟ فهي احيانا كتر الفوز بيبقى قيد عليك. اه طبعا قيد عليك. ما انا بقول لك بقى في نوع من التماهي. تعرف انا السنه اللي كنا محققين 70 فوز وعدم هزيمه وبتاع. اه كنت بيني وبين نفسي بقول اصعب هزيمه هي هتكون اول هزيمه اللي تكسر القيمه دي. ها لانها بتبقى الهزيمه اللي قطعت تسلسل رقم قياسي. وعلى ذكر الرقم القياسي بقول لكم كل جيل في الاهلي بيعمل رقم قياسي لوحده مقارنه ببقيه منافسيه من الانديه. يعني الرقم القياسي الاعظم الثابت والصامت في تاريخ الدوري المصري اللي بدا من سنه 48 هو فوز الاهلي 9 مرات بالدوري. التسع الاولى. التسع اللي اتلعبوا. اه. في 3 اتلغوا. ايوه. فالتسع مرات اللي اتلعبت فيها البطوله الاهلي اخذهم ورا بعض. لحد سنه 60. بعد كده عنده رقم في التسعينات 7 مرات. برضه مقارنه ببقيه منافسين اقرب منافس بيبقى بعيد قوي. عنده رقم 8 مرات في الجزء الثاني من الالفيه. فانت بتتكلم على ابتداء من 2005. انت بتتكلم في كل موسم او في كل جيل يتحقق رقم قياسي خاص بالجيل الاهلاوي. فتلاقي تاريخ الدوري كله عباره عن اجيال اهلاويه بتنافس بعضيها. انتوا عملتوا 9 طب احنا هنقرب منكم، طب احنا نوصل ل8، طب الجيل بتاع التسعينات عمل 7 فيجي الجيل بتاع الالفيه يعمل 8 وهكذا. انت لولا 2015 كان زمانك ماشي في الارقام دي. بالظبط. حسام عاشور صاحب ال 12 دوري اللي هو اكتر لاعب في تاريخ الكره المصريه لعب مباريات، اكتر لاعب حقق بطولات. النهارده الحقيقه كان عريس الفرح، كان في قمه سعادته وقمه ايضا حرصه على تقديم مؤمن زكريا. قال كلمه كويسه، قال ان احنا عندنا تحديات كبيره جدا. مجلس الاداره وقف معانا، كابتن محمود الخطيب التقى بينا اكتر من مره اثناء الموسم، دعمنا كتير جدا، مرينا بمطبات كتيره اثناء الموسم، ناس كتيره شككت في قدرتنا، النتائج في بعض الفترات عملت ضغوط علينا، لكن كان كلامه المهم ككابتن للاهلي انه كان دائم يعني ما يشعر انه كلام الكابتن خطيب معاهم بخبراته وبتراكم خبراته الرياضيه كمان والاداريه، لا كمل والعب وركز هتكسب. فبيقول ان هو كان دايما وابدا هذا الدعم لينا، الدور الكبير للكابتن الخطيب ومجلس الاداره في دعمنا كان كافي جدا ان احنا يكون عندنا كل هذه الروح العاليه اللي استمرينا بيها الى ان فزنا بالبطوله الاصعب. البطوله اللي فاتت هي البطوله الاصعب في كل بطولات الدوري من سنوات طويله، لان انت لما بتشوف محدش عمل هذه العوده الكبيره جدا. احنا عرضنا قبل كده يعني ده لو كان مناسب ان احنا نفكركم بالناس اللي قالت ده هيهبط درجه ثانيه، والاهلي في المنطقه الدافيه، واللي قال لك سجل يا فلان الدوري مش عارف للزمالك مش للاهلي، وقولوا عليا ان انا ما بفهمش كوره، وقولوا عليا ان انا ما عنديش فكره. كل الكلام ده اتقال وكل التشكيك ده حصل، والناس تكاد تكون حلفت يمين طلاق بالثلاثه ان الاهلي ما هياخد الدوري. طبعا ما حدش كان يعني مصدق غير الاهلي. غير الاهلي. غير الاهلي، لانه هي دي روحه وهي دي ثوابته. عشان كده في الاخر جمهوره فرح فرحه غير طبيعيه كمان. يعني الاحساس بالبطوله اللي فاتت يا باشمهندس احساس كان عالي قوي. جايه من بعيد قوي يا كابتن يا استاذ ابراهيم، وجايه اهم حاجه انك انت ايه تصدق حلمك. ها فيتحقق. يعني من كتر ما كنا بنقول الدوري في الملعب لسه كل ما تقرب عندك امل
وبعدين تاخده مرتاح في الاخر. اه يعني حاجه وامر تفضل تتعب وفي الاخر تاخده وانت حاطط رجل على رجل. يعني فعلا يعني الفرحه بتبقى مضاعفه مؤكد يعني. شو شيء كويس قوي ان النهارده ريني فايلر حاضر هذا التكريم عشان يشعر بانه هذا الفريق اللي هو بيمرنه دلوقتي انجز البطوله دي بصعوبه ازاي. اه يعيش اللحظه. ايوه ويعيش لحظه التكريم ويعيش لحظه الشعور بقيمه الاهلي. الراجل الحقيقه بنضج. لا هو شاعر قوي بالاهلي وشاعر جدا يعني. هو حتى لما بيجي بيقول لك ما كلمونيش عن النادي، فانا دخلت على جوجل فلقيت النادي ايه ده ازاي ما يقولوش ان النادي يعني عظيم بالشكل ده. وبعدين قال لما جيت كمان وتجولت في النادي وشفت المنشآت ودلاب الكؤوس وتعاملت مع الاداره والامكانيات اللي موجوده، حسيت انه اعظم مما كمان قريت عنه. قريت عنه. فهو لا الراجل مدرك وعايش تفاصيل جامد قوي قوي قوي. الحقيقه قناه الاهلي عامله فيلم 12 دقيقه عن البطوله الاصعب في تاريخ الدوري المصري، بطوله الدوري 41. مشوار الاهلي فيها كان مشوار خاص جدا، مشوار فيه كتير من التحديات، فيه كتير من قهر الصعاب والازمات والمشاكل، فيه روح عاليه اهلاويه. بعد انتهاء حلقه النهارده هتستمتعوا بهذا الفيلم عن هذه البطوله الاعظم لمده 12 دقيقه، الدوري الاعظم في تاريخ الاهلي والفرحه الاكبر لجماهير النادي الاهلي اللي اعتقد بقدر ما عانت وتوترت الموسم اللي فات وقلقت وتعشمت ورهنت وفرحت، بقدر كل هذه المشاعر المتجاذبه جايه فرحتها السنه دي ببهجه شديده جدا يا باشمهندس. يا رب المره دي غير. ها؟ المره دي غير طبعا، ويا رب يديم البهجه ويديم ويا ريت نقدر بقى ما نضغطش على اعصاب الجمهور ونوترهم لاخر اللحظات كده. طيب فايلر كمان بيطمئن على عمرو السولية لتجهيزه لمباراة القمة اللي بالمناسبة تم تثبيت موعدها يوم 19 أكتوبر الجاري، ولا نية حسب تأكيدات اتحاد الكرة لتأجيلها. مدرب الأهلي كمان ريني فايلر قال إن تركيزنا على الدوري قبل أفريقيا. الحقيقة الجهاز شغال بشكل احترافي عالي جدا، لما تسأل الكابتن سيد عبد الحفيظ تحس إنه سيد بيبدل اللسان، لو جيت تكلمه يفضل يتكلم في الدوري، الماتش الجاي افريقيا ما تسمعش منه كلام الا على افريقيا. بيقفل على طول، بيقدر يبدل ده مع ده خالص، بحيث انه لكل مقام مقال. في افريقيا فما فيش تركيز الا في افريقيا. المباراه اللي جايه هي اصعب مباراه، هي في الدوري يبقى بطوله الدوري هي الاهم، في الكاس او في افريقيا يبقى بطوله افريقيا هي الاهم. ده الشغل الاحترافي اللي بنحيي عليه كابتن سيد عبد الحفيظ، وده شغل ريني فايلر الحقيقه مع جهازه المعاون، واضح جدا ترتيبات كبيره جدا للفتره اللي جايه. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنرجع نشوف ما حدث في حفل التكريم، وايضا الحدث الكبير المهم قرعه افريقيا موديانا على فين، الحواديت فيها ايه، بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. لغايه لما نمتعكم بجول مهم جدا جابه الكابتن محمود الخطيب النهارده. قبل ما تخش فين، لان الجون ده عايز ياخد حقه. قريت خبر صغير جدا كنت اتمنى اجي الاقيه قدامي. ريني فايلر يقرر توحيد طرق اللعب الفنيه على كل فرق الناشئين. الله، وكلف الاثنين. شوف احنا بقى لنا قد ايه في النادي ده. هو ده وكلف الاثنين المساعدين بتوعه بمتابعه فرق الناشئين، تنفيذ هذا واعطاء النصائح الفنيه وكتاب التقارير. الراجل ده حد بقول لك عايش تفاصيل، وحد عايز يعمل حاجه. اول مره دي كان مالو جوسيبي يروح، بس كان بيتفرج وينقل. وساعات هدوء. انما فكره ان انت تفرض طريقه اللعب ده اللي موجود في الاداء، ده اللي موجود في اوروبا كلها. بحيث انه هو ده اللي هيساعده انه لما يطلع
ناشئ من فرقه 20 ولا 18 ولا 19 يبقى عارف ان ده اللي هينفعه، يبقى جاي يلعب بنفس السيستم اللي اتدرب عليها. طبعا طبعا ده كلام مهم جدا جدا. يا رب دايما ان شاء الله. فهن يعني لغايه لما يجهز الجول الكبير قوي اللي جه النهارده هتستمتعوا بيه الحقيقه. جول يسعد اي اهلاوي واي محب للرياضه وقيامها الحقيقه. لكن شفتوا قرعه افريقيا، قرعه كان فيها جدل كبير جدا، فيها ابطال اشداء بجد، 10 ابطال او 10 فرق متاهله لدور ال 16 سبق ليهم ان هم من حاملي اللقب هذه البطوله. فبالتالي كله عشمان، كله مرتب، كله مركز، كله جاي عشان ينافس. دي لقطات من القرعه، حفل القرعه امبارح، اكيد تابعتوا المجموعات وحفظتوها. لكن الاهلي يبدا من الصعب، وده اختبار قوه البدايه. الاهلي هيبدا من سوسه، يواجه النجم الساحلي اللي اكم نفسه على البطوله، ينافسه في اول مباراه ضمن هذه المجموعه اللي هي المجموعه الثانيه، يلعب معاه في المنستير احد يومي 28 او 29 و30 نوفمبر، نهايه نوفمبر الاهلي والنجم الساحلي في تونس. الاهلي يلعب مع الهلال السوداني الشقيق العتيد في القاهره احد يومي 6 او 7 ديسمبر، والاهلي يلعب في القاهره مع بلاتينيوم الزيمبابوي 27 او 28 ديسمبر. يبقى في خلال يعني اخر يوم في نوفمبر وشهر ديسمبر يلعب الاهلي الثلاث مباريات في الثلاثين يوم دول، النجم في تونس، الهلال في القاهره، وبلاتينيوم في القاهره. يدخل بقى على العوده، بيروح بادئ على طول الدور الثاني عكسه، يعني قفل ببلاتينيوم في القاهره، يبقى اول مباراه في الدور الثاني بلاتينيوم بره في هراري، يسافر الاهلي احد يومي 14 و15 فبراير. يعني في شهر فبراير هيلعب الماتشين، بلاتينيوم بره والنجم الساحلي في القاهره، هيبقى ايه 21 او 22 فبراير. ويختم الاهلي مع الاشقاء الاعزاء في الخرطوم مع الهلال احد يومي 6 و7 مارس، يعني لغايه مارس. انا بس عايز بمناسبه الهلال اقول ان الهلال هو اقرب الانديه الى قلب الاهلاويه، والاهلي هو اقرب الانديه الى قلب الهلاليين. والهلال والمريخ هما اهلي وزمالك السودان. الهلال دائما يشار اليه انه اهلي السودان، والمريخ هو زمالك السودان. فهو فعلا يعني مجموعه بتضم يعني انك هتختم في بلد بتحب الاهلي وبتحب الهلال. انا عايز اقول الكلام ده ليه؟ انا بستشرف تملي السوابق، لاني اتوقع ان هناك من سيحاول ان يفسد، بل حاول ان يفسد. عندك معلومه؟ قصه مهمه جدا. لكن مبدئيا خلينا نبدا بالضيف الشقيق مندوب نادي الهلال السوداني اللي حضر مراسم القرعه امبارح وعبر عن رايه بعدها. معانا حد نشوفه الاول في كلامه الاون سبورت ونرجع تاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الشكر على هذه الاستضافه. نحن الحدث الاهم بالنسبه لنا الان هو عوده الهلال الى دور المجموعات، وهي يعني عاد درج الهلال عليها وظل يمثل حضورا دائما وانيغا في كل المنافسات السابقه في دور المجموعات. لظرف ما تغيب الهلال لفتره قصيره وهو اليوم يعود كبيرا بين الكبار. نعم، حسب راي المراقبين والراي الذي ساد في القاعه الان ان هذه المجموعه هي المجموعه الاقوى، تضم فرق لها يعني اسمها وتاريخها، ونحن ايضا فريق كبير لنا اسمنا وتاريخنا. نحن اتينا ولدينا كل العزم على المضي قدما في هذه المنافسه. سبقا لعبنا ضد النادي الاهلي الشقيق والنجم الساحلي الشقيق، ونعرفهم ويعرفوننا، وباذن الله نحن لن يعني
لن نأتي للنسخة، أتينا لكي نسجل اسم الهلال العظيم في دور المجموعات بانتصارات بإذن الله تعالى. نحترم النادي الأهلي ونحترم النجم الساحلي، ولكن نحن نعتبر ونثق نعتبر أنفسنا أيضا كبارا مع الكبار، وهذه حقيقة. الهلال سبق أن وصل إلى نهائي هذه المنافسة مرتين، والهلال ظل دائما حضور، وكما قلت لك كرة القدم ما عادت تحفل بالتاريخ وبالماضي، كرة القدم تعطي من يعطيها، ونحن سنبذل كل الممكن وبعض المستحيل حتى نكون يعني أهل للتأهل وللترشح، ونحترم الخصوم. تعبير جميل، كل الممكن وبعض المستحيل. لا تعبير لا جميل قوي. السودانيين عندهم بلاغة رائعة. انا يعني هو كبير فعلا مع الكبار، وانا بقول لك المجموعة دي ما فيش فيها فرقة يعني هتكون سهلة او يتقال انها يعني جاية تتفسح، لا، الاربع فرق عندهم حظوظ. نتمنى ان يكون الحظ الاوفر طبعا للنادي الاهلي، وهنسعد لو الهلال ايضا. ده نهائي 2007 الاهلي والهلال تأهل مع 87، نهائي 87. دائما حتى المباراة صعبة تبقى بيننا مع بعض، مباراة مش سهلة. ايوه، فنتمنى انها يعني تكون فعلا تعكس فعلا الروح الرياضية. انا ليه بقول لك ايه بقى ايه الحكاية؟ قبل القرعة بيوم لقيت الاستاذ السر احمد جدور، والسر جدور يا جماعة واحد من الاعلاميين السودانيين البارزين جدا، يعني له باع طويل في الاعلام السوداني، حد مشهور، حد عنده برنامج تلفزيوني مهم جدا، مقيم في مصر، اهلاوي جدا، واحد من اللي بنشرف ونفخر انه هو واحد من الكتاب البارزين في مجله الاهلي. كلمني قبل القرعه بيوم يا باشمهندس. قبل القرعه؟ قبل القرعه بيوم. قال لي فيه مشكله حاصله في الاعلام السوداني. ايه؟ قال لي حد نسب تصريح انه في مسؤول في الاهلي قال احنا نتمنى ان الهلال معانا عشان نلعب بالصف الثاني ونريح الفريق الكبير. هل ده معقوله؟ يعني هل هو الراي يعني السر جدور، هل ده معقوله؟ مقيم في مصر فعارف كل حاجه. قال لي انا مستغرب، بس واضح جدا انه مستغرب يعني ان ده حصل ولا ما حصلش. مستغرب ان الناس هناك تقول الكلام ده، مفيش حاجه من دي خالص حصلت. فتيجي القرعه فيقع الهلال مع الاهلي، فيكون معانا السر جدور على التليفون. يا استاذ مساء الخير. اهلا يا استاذ ابراهيم، تحياتي اليك والى استاذنا الكبير عادل القيعي. تحياتنا واحتراماتنا الكبيره وسعادتنا الكبيره بيك يا استاذ. الله يخليك يا حبيبي. انا سمعت طبعا المقدمه بتاعتك الجميله الرائعه. لا قول بقى، لا لا خلينا بس قول لي انت صحيتني من النوم ليه؟ اول امبارح قبل القرعه بيوم صحاني من النوم. ايه الموضوع؟ منزعج جدا كنت على فكره. وزي لانه الفبركه يبدو انه وادي النيل كله بقى وادي الفبركه شمالا جنوبا، يعني المساله غريبه جدا. مش سايبين الاهلي في حاله. اتصلت باخواننا في الاعلام قالوا يا اخي دي فبركه ما تاخد بالك منها. بعدين عايز اديك من القصيده سطرين او سطرتين. البارح والقرعه بتجري هنا، كان الهلال في ضيافه النادي الاهلي في بلدنا في عطبره. كانوا بيلعبوا مباراة دولية، الأهلي العطبراوي والهلال الأندرماني بيلعبوا في عطبرة في ضيافة النادي الأهلي السوداني العريس في عطبرة. انتهت المباراة بالتعادل، وبعدين حفلة عشاء بين الفريقين وبين الإدارتين، وكلام رائع وكلام سخف، والإشاعة دي كلها بأنها كلام فارغ ما عنده أي قيمة. وبالمناسبة أهلي عطبرة هو واحد من 5 أندية اسمها الأهلي، تلبس شعار الأهلي وتلبس لون الأهلي، الأهلي مروي، الأهلي عطبرة، الأهلي شندي، الأهلي الخرطوم، الأهلي مدني، غير 10 أندية أخرى، 10 أندية في الدرجات الأخرى، 15 نادي في السودان يحمل اسم الأهلي 15 ينتموا إلى الأهلي الكبير هنا في مصر. وبعدين هذه الأندية كل جماهيرها تشجع النادي الأهلي وتتضامن مع الهلال السوداني، وجماهير الهلال السوداني تعتبر نفسها جماهير الأهلي، وجماهير الأهلاوية في السودان بيعتبروا نفسهم جماهير للهلال.
يعني الاشاعه اللي طلعت كانت في عبيط شمايخ وتكذب واصبح ما ليس له اي قيمه. لما قلت لك انه يبدو نحن في عصر الفبركات الفبركات العبيطه، لكن كلمه الشاب امبارح وقبله كلمه الكابتن سيد عبد الحفيظ وصلوا الى السودان ومسحوا هذه الاشاعه او الشائعه او الفبركه الغريبه، واللي يبدو انها ليست رياضيه فقط وانما مشى الى جوانب اخرى. انت عارف حصلت عندنا ثوره في السودان وحصل تغيير، الذين اصابهم التغيير يخبطوا يمين وشمال، يبدو ما سايبين رياضه، ما سايبين ثقافه، ما سايبين اي حاجه، يعني نوع من التخبيط، ولكن بالمضاره النافعه كانها حركت الاهليه في السودان والهلالات في السودان عشان يصلحوا الاوضاع بتاعتهم ويعرفوا انهم هم اقرب الى بعضهم من غيرهم. والله البركه فيك وفي الصحفيين الشرفاء العظام امثالك هنا وهناك انه يوئدوا هذه المحاولات الرخيصه قوي اللي اصبحت بتزرع في طريق الكره والاهلي تحديدا. يعني انا بفكر بانه لها اهداف اخرى غير الرياضه. ايوه طبعا 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 طبعا. انا تلقيت تلفونات من زملاء اعزاء كلهم من بروليها في لحظتها، يعني الاخ نعمان، الاخ كمال حامد، الاخ احمد محمد الحسن، رغم انه يعني دول كلهم يعني ناس شغالين في صحافه وفي اعلام، قالوا الكلام ده في الوسائط وما عنده اي قيمه. صحيح. زي ما قلت لكم امبارح في عظمره كان الاحتفال بالهلال من جماهير الاهلي، الاهلي العظمراوي اللي هو جزء من الاهلي المصري. يعني كان الاحتفال كبير جدا بالهلال. يعني اهلي عظمره بالنيابه عن الاهلي المصري يعني. طبعا ما انا قلت لك. لكن باذن الله هو انت واهلي الخرطوم عندنا 15 اهلي في السودان. انتوا الاهلي برضه. وخلي بالك ان الهلال يعني بالنسبه لنا هو دائما في القلب. الهلال هي جماهير الاهلي. ايوه. وسترى باذن الله كل مظاهر الحب والاحترام. طيب وبعدين يا استاذ والترحيب، يعني مين اللي يتاهل بقى في رايك، الاهلي ولا الهلال؟ يعني انا عايز اشوف مشاعرك او اتفرج معاك على الماتش يوميها. انا انا اهلاوي. طبعا الاهلي والهلال، ايه المشكله؟ ده يكسب. انا بقول لك على فكره، بس ما اخذ منك وقت كثير. ايوه. كانت في فكره صراحه زمان النادي الاهلي السوداني في الخرطوم. ايوه. يعني يتعامل مهرجان الاهلي العربي يجوا فيه كل الانديه الاهلاويه العربيه اللي تلعب في الدوري الممتاز. يكون تحت قياده النادي الاهلي في القاهره. في مصر. يا ريت فكره هايله. يعني يا ريت فكره هايله تجمع كل الانديه الاهلاويه العربيه. يعني اهلاويه الدوري الممتاز. اهلاويه الدوري، لانه في كل دوله فيها حتى فرق يمكن لسه ناشئه ولسه صاعده. دوري ممتاز. اها. اذا كان مثلا في بلد ثاني فيها اثنين ثلاثه اهلي ممتاز يجوا برضه. يعني الفكره انه الاهلي الكبير ده يحتضن الاهلويه العربيه كل الاهلاويه. يبقى حتى مهرجان ثانوي، يبقى مهرجان. بس طبعا مثلا عارف عايزه له وقت وعايزه له فسحه. وان شاء الله تترتب المواعيد بتاعه المنافسات عشان يبقى في كرفه بتاعه شهر تبدا اعداد للانديه الاهلاويه العربيه تجتمع هنا عند الاهلي الزعيم ويعملوا هذه المسابقه اللي مطروحه من السودان من عمليه بتاعه 30 سنه. عموما رايك ومشاعرك وردك على هذه الشائعات الغريبه اعتقد تكون وصلت لكل الاشقاء في السودان وبالتحديد جمهور الهلال. التليفونات دي شغاله، التليفونات انا مما كلمتك التليفون ما سكت، كانت يضربوني وبيكلموني وبدوا الناس وبيكلموني. تمام. اخر حاجه امبارح كان الكلام مع عمر الشديدي محمد احمد قدر ضرب لي يا اخي، قال لي نحن دلوقتي قاعدين نحتفل بالهلال. تمام. شكرا جزيلا يا استاذ. شاكرين جدا وكل الامنيات الطيبه. شكرا للاعلام الكبير الاستاذ السر جدور. سر جدور واحد من اعلام السودان الاعلاميين البارزين الحقيقه، نتمنى انه الكلام يكون تم وقده عند هذا الحد، لانه هو زي ما اشار المساله جايه في توقيت او في ظرف سياسي فيه نوع من المخاض ونوع من عدم تسخين الشعوب على بعضها، مشهد مرتبك طبعا. فلاقي هو حتى قال لي في ناس من بره هي اللي بتزكي هذه الروح وهي اللي بتزرع هذه الفتنه. طبعا طبعا. فنتمنى ان يكون ده واضح، لانه حتى واضح في كلام الكابتن سيد عبد الحفيظ بعد القرعه
وهو بيعلق على الفرق اللي اسفرت عنها القرعه في مواجهه الاهلي، سواء النجم الساحلي او الهلال السوداني او بلاتينيوم الزيمبابوي. نشوف الكابتن سيد عبد الحفيظ. دوري ابطال افريقيا في وضع طبيعي ان انت يبقى عندك 16 فرقه بطل في دورياتها او بلادها، يعني التصنيف معروف سواء كان الاول او ثاني او ثالث او رابع، فهو ده طبيعي ان انت بتبقى عارف واحده من اربعه من كل تصنيف، يعني واحده من التصنيف الثاني من اصل اربعه، وواحده من التصنيف الثالث من اصل اربعه، وواحده من التصنيف الرابع من اصل اربعه. كان يهمنا بس المسميات يعني، لكن في النهايه رايي النهائي يعني في المجموعه ان هي متوازنه الى حد كبير، مقبوله الى حد كبير جدا يعني. طبعا البطوله الاقوى على مستوى القاري، فوضع طبيعي تاخد الاهتمام الاكبر على كل المتابعين او المسؤولين في القاره يعني. لكن خلينا نتكلم بشيء من المنطق والعقل والواقعيه، يعني انت عندك لسه بدري جدا على المباراه الاولى اللي هتبقى في سوسه مع النجم الساحلي، يعني هم برضو حاطين التصنيف اول مع التصنيف الثاني في اولى المواجهات يعني. خلينا ننتظر شويه، استعدادنا ليها هيبقى موجود بالتاكيد، لكن لسه عندنا وقت كبير جدا. انت النهارده بتتكلم في 9 اكتوبر، لسه عندنا حوالي 50 يوم، يعني اول مباراه كان هتبقى يوم 29 او 30 نوفمبر، فلسه عندي 50 يوم يعني. مهم قوي ان احنا يعني ناخد هدنه شويه في التفكير، لكن عندنا مباراه دوري بتاخد اولويات افريقيا في الوقت الحالي، اولويات المرحله في الوقت الحالي، وبعدين لما تيجي البطوله الافريقيه باذن الله في وقتها يعني اكيد هنستعد لها بشكل جامد. لكن كان يهمنا ان احنا نعرف نسكن بس الفرق اللي معانا عشان نبدا نحضر يعني حاجات ليهم او اشياء او مباريات تخصهم او اهم المعلومات اللي بيحتاجها المدير الفني رينيه او الجهاز الفني بشكل عام. يعني احنا طبعا حاطين قائمه افريقيه، لكن انا بتكلم كمان على ترتيب الفرق ديت او الاستعداد ليها من خلال مشاهده اكبر لعدد المباريات بالنسبه لهم، التفاصيل اللي عندهم، المعلومات اللي ممكن نلمها او نعرفها يعني. طبعا يمكن باستثناء بلاتينيوم اللي هي يعني من فترة طويلة قوي ما اعتقدش ان احنا وقعنا معاها خالص يعني، ان لم تخن الذاكرة، في ممكن مرة ممكن لكن مش كتير يعني. زيمبابوي، عندك الهلال السوداني، فرقة طبعا عندها قدر كبير جدا من البطولات على مستوى السودان، النجم الساحلي ومشواره في البطولات الإفريقية، وفرقة من الفرق اللي عندها خبرات عالية جدا في المشوار يعني، كلها فرق التصنيف الثاني أو الثالث اللي فيها النجم الساحلي أو الهلال عندهم خبرات إفريقية عالية جدا يعني. كمان أنا بقتنع جدا يعني على مستوى شخصي إن ممكن فرقة تفاجئك بحالة فرقة أو مجموعة في دوري الأبطال يعني. خلينا نستعد بشكل كويس وخلينا نحضر بشكل كويس، لكن في وقتها يعني على ما تيجي البطوله يبقى احنا برضو لمينا اكبر عدد او اكبر قدر من المعلومات اللي يفيد الجهاز الفني، جماهير النادي الاهلي بشكل خاص يعني. جمهور النادي الاهلي عارف يعني دوره كويس قوي قوي يعني. دي بطوله احنا بنحبها جدا وغايب عننا بقى لها فتره، اعتقد ان كل واحد في المنظومه ككل مش الجمهور بس عارف دوره. ان شاء الله الرحمن ربنا يوفقنا فيها باذن الله تعالى، ونقدر ان احنا باذن الله نحرز اللقب التاسع باذن الله. كابتن السيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي موظوف جدا، ونسيت خلاص الخبره وبقى ما عارف كل كلمه ومسؤوليته وانا متفق معاه في كل ما قاله، وكل ما قاله بيعكس احترام شديد جدا لانديه هذه المجموعه، لانديه المجموعه حتى لما اتكلم على النجم الساحلي والهلال، فرق افريقيه عريقه جدا، فرق عندها خبرات عاليه طبعاً جدا طبعاً. فرق ليها احترامها. وبالمناسبه يا جماعه النديه بين الاهلي والهلال كبيره يعني، يا ماتش صعب طول عمره. الاهلي والهلال السوداني لعبوا مع بعض 6 مرات في دوري ابطال افريقيا، الاهلي فاز 2 والهلال فاز 2 وتعادلوا 2، يعني المساله بالتساوي 2-2-2. الاهلي سجل في الهلال 4 اهداف والهلال سجل في الاهلي 4 اهداف في دوري ابطال. في الدور التمهيدي الهلال فاز على ريون الرواندي 0-0 و1-1 وتاهل، انما ما يعكس قوه الهلال انه دخل دوري المجموعات على حساب مين؟ انيمبا النيجيري. طبعا ده طبعا ده في حد ده ذاته عقبه يعني دلاله مهمه جدا على قوه الهلال وجاهزيته، فريق مصنف افريقيا انيمبا، احد الابطال، احد اللي رفعوا الكاس، فيتاهل الهلال على حسابه، تعادل معاه 0-0 وفاز عليه 1-0. ده ما يعكس قوه الهلال السوداني اللي بيشارك في البطوله بوصفه وصيف البطولة المحلية السنة اللي فاتت خلف المريخ. البطولة الحالية الهلال عنده مباريات مؤجلة، بيحتل المركز التاسع بعد 4 مباريات فقط، عنده 6 نقاط، فاز مرتين وخسر مرتين. المشاركة اللي جاية للهلال هتبقى مباراته اللي جاية يوم 24 أكتوبر
مع أهل شندي. ده الهلال وده قوته وده كلام الكابتن سيد عبد الحفيظ على فرق المجموعة. لكن كمان النجم الساحلي، نجم الساحلي المنافس العربي الكبير، خد البطولة قبل كده من النادي الأهلي في مباراة عبد الرحيم العرجون الكارثية في القاهرة، بس الأهلي عنده تفوق كبير عليه، وآخر لقاء جمع الأهلي بالنجم الساحلي الأهلي فاز 6-2. فبالتالي في ندية كبيرة، في لقاءات كبيرة، في مناسبات نهائية، نجم أحد الفرق اللي كانت اعتادت تواجه الأهلي في النهاية يا باشمهندس. النجم فريق صعب جدا خصوصا على ملعبه. ايوه. وانا كنت مرة رحت كرئيس بعثة مع النادي الأهلي لما كنت عضو مجلس إدارة، ولعبنا هناك في سوسة، وعارف عنده رئيس تاريخي عثمان جنيح صديق الكابتن حسن حمدي. طبعا طبعا. فإنما يعني فريق بطل العرب يا سيدي الموسم الماضي. صحيح. يعني طب وفي ايه تاني؟ يعني دي مباراة 2005 اللي كانت هنا نهائي البطولة. فاحنا كسبنا سنة، هو السنة اللي بعديها كسب. اللي بعديها. ايوه. يعني احنا عايزين كل اللي يهمنا ان الاهلي يكون في حالته، و يعني التحكيم يدي كل واحد حقه عشان البطل يبقى فعلا بطل بطعم البطل. طيب النجم الساحلي عنده لقب واحد في دوري الابطال اللي حققه على حساب الاهلي في 2007 مباراه عبد الرحيم العرجون الشهيره، بيشارك في نسخه هذا العام لانه صاحب المركز الثاني خلف الترجي. نتائجه في النسخه الحاليه في الدور التمهيدي فاز على هافيا كوناكري الغيني 2-1 و7-1، يعني عنده ما شاء الله نجاعه هجوميه كبيره. في الدور ال 32 هو راخر، يعني اذا كان الهلال السوداني دخل لدور المجموعات من بوابه النيمبا النيجيري ما يشي بانه الفريق السوداني فريق كبير وجاهز. كمان النجم الساحلي دخل لدور المجموعات على حساب اشانتي كوتوكو الغاني. تخيل في دور ال 32 بيقصي اشانتي كوتوكو 2-0 2-3-0، يعني خسر منه 2-0. ده معناه ان كوتوكو في حالته، بس يعمل الكومباك القوي جدا ويكسب 3-0. موقفه في الدوري التونسي حاليا في المركز الخامس، عنده 4 نقاط من مباراتين فقط، وعنده مباراتين مؤجلتين، وتملي الترتيب المحلي ما تاخدش عليه قوي لان بيبقى فيه ماتشات في مؤجلات. طبعا زي بالظبط. طب ترتيب النادي الاهلي السنه اللي فاتت كان كده بالظبط. في الاول مباراته اللي جايه يوم 23 مع البنزرتي. لقاءات الاهلي والنجم الساحلي اللي الفرقتين اتقابلوا 11 مره، الاهلي فاز 3 مرات، النجم فاز 3 مرات، وتعادلوا 5 مرات. يعني التعادلات انت بتتكلم في الذهاب والاياب. حصل الاهلي على اللقب 2005 على حساب النجم 0-0 و3-0. حصل على اللقب 2007 النجم خده من الاهلي 0-0 في تونس و3-1 في القاهره. حصل الاهلي على السوبر الافريقي 2007 على حساب النجم في اديس ابابا بالفوز في ركلات الترجيح 5-3. الفوز الاكبر في تاريخ لقاءات الفرقتين كان اخر مباراه جمعت الاهلي بالنجم في 2017، الاهلي فاز 6-2. دي كانت مباراه العوده للسيمي فاينل. نجح النجوم الاهلي في هز شباك النجم الساحلي 11 مره، وزار لاعبه النجم شباك الاهلي 7 مرات. وليد ازارو هو هداف الاهلي في مرمى النجم الساحلي ب3 اهداف. هنشوف مندوب النجم الساحلي اللي حضر القرعه امبارح كان انطباعاته عن القرعه اللي حطته في المجموعه الثانيه رفقه الاهلي والهلال السوداني وبلاتينيا من زيمبابوي. نشوف. اربع مجموعات هم مجموعات صعبه، جميع الفرق اللي موجوده في دوري متقدم كما دوري المجموعات اكيد انهم فرق محترفه وفرق الهدف نتاعها الاساسي هو الفوز برابطه الابطال الافريقيه. يعني اي فريق يسعى للفوز برابطه الابطال الافريقيه يلزم يكون حاضر وجاهز لمقارعه اي فريق. النجم الساحلي الهدف الاساسي نتاعو الموسم هذا هو رابطه الابطال الافريقيه، والنجم الساحلي على اتم الاستعداد
لخوض المغامرة الإفريقية هذه، وعلى أتم الاستعداد للمجموعة هذه اللي شفنا احنا القرعة بتاعها اليوم مهما كان اسم الفريق. مقابلات النجم الساحلي والنادي الأهلي عادة ما تكون مقابلات مشوقة، مقابلات ذات مستوى عالي، مقابلات يصعب التكهن فيها سواء كانت معناها في سوسة أو في مصر. النجم الساحلي سبق وأنه فاز في نهائي رابطة الأبطال الإفريقية على الأهلي المصري في مصر، وإن شاء الله نشوفوا مقابلات ذات مستوى راقي، وإن شاء الله يكون الفوز أكيد للنجم الساحلي. يعني هم عندهم أسباب تخليهم يثقوا في نفسهم، غلبنا الأهلي قبل كده واتغلبوا 6. شوف النجم الساحلي سيبقى واحد من الفرق الصعبة جدا لأنه يعني هو والترجي وأحيانا الأفريقي بعد شوية الفترة فاتت بيتبادلوا سيادة الكرة التونسية ونتائجه زي ما انت بتقول هو تأهله غلب كوتوكو 3-0 كان مغلوب 2-0 عمل كامباك و3-0 فريق عنده غزارة هجومية وعنده جرأة. يعني شوفوا كلام سيد عبد الحفيظ، اللي عايز يبقى بطل بيحترم كل المنافسين، فأي كلمة تتقال إنه في حد بيقلل من شأن فريق يبقى ده دي مش روح بطل، وده مش شخصية الأهلي ولا ده فكر الأهلي ولا ثقافة الأهلي ولا كلام مسؤول حتى. بالظبط، باستمرار البطل يحترم كل المنافسين، اللي عايز يبقى ياخد بطولة لازم يبص لكل الفرق اللي بتنافسه نظرة احترام وتقدير ويعمل حساب لكل فريق. عشان كده اعتقد ريني فايلر المرة دي مع جهازه الفني لا عندهم ترتيبات كبيرة جدا، والبطولة مش سهلة خالص، مش سهلة. فنتمنى يكون في توفيق بإذن الله تعالى، ونتمنى انه من مباراة لمباراة فايلر يحط رجله في المعترك الافريقي لاول مره بيخوض. وده كلام على فكره، لانه برضه احنا كتير لما بنردد حاجات وحتى ما بنركزش في فهمها يقول لك اصله ما عندوش خبره افريقيه. مانويل جوزيه عمل مجده في اول موسم في 2001 في افريقيا، ما كانش لعب في افريقيا ولا زارها، وقدر ياخد البطوله في 2001 وياخد السوبر كمان. فخلينا ما فيش اكل شهاد ثابته، الكرة هي الكرة. دلوقتي الناس بتجيب شرايط وتتفرج عليها وتشوف الكرة كرة، وحتى الملاعب الأفريقية وتحليل وناس بتحلل وناس بالظبط. يعني العملية كده يعني صحيح. طيب المجموعة الأولى سريعا، أول أغسطس الأنجولي، مازيمبي الكونغولي، والفائز من الزمالك وجنراسيون فوت السنغالي. فاكرين الحلقة الماضية قلنا نتمنى صعود الزمالك، والحلقات اللي قبليها قلنا الزمالك موقفه، حتى المهندس عادل قال الزمالك مش محتاج كل اللي بيحصل حواليه، الزمالك عنده موقف قانوني سليم، عنده جواب من الاتحاد الافريقي، وعنده حكام راحوا الملعب ومراقب راح الملعب. ايه السبب، ايه التفاصيل، ايه الحيثيات، ده كلام يتكلموا فيه في الاجتماعات، لكن في النهايه في موقف قانوني كان واضح جدا انه يزكي موقف الزمالك قانونا. الاتحاد الافريقي راى اعاده المباراه، عمل القرعه، علق المسألة، حط جيز زمالك وجينراسيون أيهما الفائز منهما هيكون موجود في المجموعة الأولى اللي فيها أول أغسطس الأنجولي ومازيمبي الكونغولي وزيسكو يونايتد الزامبي. هو الموضوع اتحل، احنا كنا استبعدنا فكرة إعادة المباراة على أساس القرعة يوم التصنيف هم حلوها انه حطوا الاثنين تصنيف تاني. ايوه يعني جينراسيون المفروض يكون تصنيف رابع، لو هو اللي كسب وصعد اتصنف تصنيف تاني، لو الزمالك كسب وصعد اوكي هو حقه تصنيف تاني. ما في هي لجت وجهه نظر، يعني هو لو غلب صاحب التصنيف التاني يبقى يتحط تصنيف تاني. يعني لكن هو انا هو شايف بص الزمالك ما عندوش مشكله في هذه المباراه باذن الله. يعني واحد جون يصعد طلعه. جون يصعد ما اظنش ان الامور يعني الا اذا حصل حاجه شاذه، ودي يعني نسبتها كام في الـ لا الزمالك بكل المعطيات الماتش ده يعني باذن الله عدي. اثراء للكره المصريه، فايده للكره المصريه ان كل فرسان هيكونوا موجودين لغايه ابعد مدى.
يكون الاهلي في دوري الابطال موفق، يكون معاه الزمالك في دوري الابطال موجود، يبقى المصري كمان وبيراميدز في الكونفدراليه يمشوا، ونتمنى انه ايهما يحقق لقب الكونفدراليه ان شاء الله. المجموعه الثانيه عرفتوها، الاهلي والنجم والهلال وبلاتينيوم. المجموعه الثالثه مجموعه برضو قويه جدا، العرب الحقيقه، اتحاد العاصمه الجزائري، الوداد المغربي على راس المجموعه، لكن معاه سان داونز ومعاه بيترو اتلتيكو الانجولي. مجموعه قويه جدا المجموعه الثالثه. المجموعه الرابعه فيها ضرب نار، العرب وقعوا في بعض، الترجي معاه الرجاء ومعاه شبيبه القبائل الجزائري، الترجي والرجاء والشبيبه، والرابع فيتا كلوب الكونغولي برضو جامد. فهي ديت نشوف كارتيرون، الرجاء ومديره الفني كارتيرون هيواجه الترجي، يعني برضو حسابات مؤجله. دي القرعه وده نظامها ودي مجموعاتها. نتمنى للاهلي كل التوفيق ان شاء الله، واعتقد الجهاز الفني هيبدا بقى يعكف على دراسه الفرق المتاهله ويبدا يتابعها ويراقبها. لكن في خضم الفرحه النهارده جهزنا بالفيديوهات الخاصه بحفل تكريم بطل الاهلي او بطل الدوري. نشوف الاستاذ عمرو الجنايني في كلمته المهمه اللي اشرنا لكم عليها في بدايه الحلقه، ماذا قال رئيس اتحاد الكره لبطل الدوري الليلادي. بسم الله الرحمن الرحيم. سياده اللواء محمد نور المدير التنفيذي لوزاره الشباب والرياضه مندوبا عن الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، السيدات والساده اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، يطيب لي ان اقف اليوم مهنئا للنادي الاهلي العريق بمناسبه فوزه بدرع مسابقه الدوري العام لموسم 2018-2019 وتسليم درع المسابقة لرجال المخلصين الذين يمثلون ركنا أساسيا وقاعدة رئيسية للكرة المصرية. إننا اليوم ونحن نحتفل بنادي مصري كبير في حجم ومكانة النادي الأهلي، إنما نحتفل بعراقة كيان وطني على مدار التاريخ وداعما قويا في مسيرة الكرة المصرية، ويحدون الأمل الكبير أن يبقى نموذجا تحتذي به الأجيال الصاعدة، لا سيما ونحن نبتغي آفاقا جديدة للكرة المصرية ونحلم سويا بمستقبل كروي مبهر لبلدنا الحبيب. إن الآمال الكبيرة التي نحملها لكرة القدم المصرية لا يقوى على تنفيذها إلا من هم بحجم هذه الأمال وبعراقة هذا النادي الكبير، لنضع القواعد الصحيحة للتنافس الشريف وللانطلاق نحو غد أفضل ومشرق بإذن الله. دمتم في محبة وسلام، ودمتم مجال فخر للكرة المصرية وجماهيرها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا طبعا الكلمة شملت كل ما كنت أتمناه بمناسبة فوز النادي الأهلي، كلام هو ده السياق السليم، بس اللي حطينا الكلمة اجتزأها الجملتين دول. طبعا فحطها من فيعني انه يبدا بالمناسبه ثم يبدا بقيمه النادي الاهلي، ينهي بقيمه النادي الاهلي. المواقع اللي اختصرت الكلمه للمعنى ده فقط. طبعا لا الكلمه اللي قالها كلمه رائعه جدا من اولها لاخرها. دي لقطات من هذا الحفل. يا ترى جهزنا طبعا كان واضح ان الحضور كل نجوم الاهلي القدامى والحاليين، الكل حريص على الحضور والكل حريص على متابعه. لكن انا قلت لكم الجون الحلو قوي اللي جابه الكابتن محمود الخطيب، لانه جون خطيب اعتزل 87، لكن حتى الان رئيس النادي الاهلي بيسجل النهارده جول مهم جدا اداريا سلوكيا تربويا اهلاويا رياضيا، جون اسعد كل الجماهير الاهلاويه اللي تابعته، لانه حط نقاط بارزه جدا
على حروف في كلمة ربما البعض يراها ملتهبة. كابتن الخطيب بالمناسبة غادر الحفل ما كملهوش، هقول لكم ليه بس نشوف هذه الكلمة اللي بتمثل أو بتسجل هدف كبير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، السادة الحضور، لأن أنا طبعا شايف الحقيقة يعني حضور ما شاء الله، فاسمحوا لي كده أنا بتكلم عن الحضور بشكل عام، إذا كان أستاذ عمرو جنايني أو مسؤول وزارة الشباب والرياضة أو الشركة الراعية وي أو برزنتيشن، والسادة الإعلاميين وأبطالنا اللي هم أبطال الدوري والكاس لله عز وجل وكاس السوبر يعني. الحقيقة يمكن موسم من النهاردة وقفت شوية مع السلوجان بتاع الاحتفال. السلوجان بيقول الأهلي لا يعرف المستحيل، وده بالفعل الموسم ده موسم كان موسم صعب جدا، موسم صعب جدا في بدايته لكم الإصابات اللي كان موجود، موسم صعب جدا لأن النادي الأهلي لعب مباريات كثيرة جدا جدا بشكل مضغوط، موسم صعب جدا لعدم حضور الجمهور، والجمهور ده شيء أساسي بالنسبة لنا، برضو موسم صعب لأن الحقيقة لاحظت حاجة خلال السنة يعني السنتين اللي فاتوا أو السنة ونص اللي فاتوا حاجة غريبة شوية. الرياضة منافسة، والرياضة يعني الحقيقة يمكن مش عايزين نخرج بره إطار الرياضة، لكن لاحظت كمان وليه موسم صعب كمان، لاحظت إن هناك من يحاول بقدر الإمكان يفشل النادي الأهلي، في ناس بتشتغل وهمها بس إزاي النادي الأهلي يفشل أكتر ما يكون همها إزاي هم ينجحوا، ده شيء مهم جدا. كمان لاحظنا إن هناك النادي الأهلي برموزه بجمهوره بأعضائه بلاعبيه بجهازه بيتعرضوا للأسف للإساءة أو التطاول، ده أمر ما يمشيش في الرياضة. النادي الأهلي ما بيسيبش حقوقه، والنادي الأهلي بيعرف إزاي ياخد حقوقه بس بما يتناسب مع النادي الأهلي. النادي الأهلي قيمة كبيرة جدا، لو النادي الأهلي تدنى ونزل لهذا المستوى مش قيمة النادي الأهلي، قيمة الأهلي الأهلي بيرتفع، والأهلي ياخد حقه بالقانون وباللوائح واللوائح المنظمة. عشان كده احنا متمسكين بتفعيل القانون، متمسكين بتفعيل اللوائح اللي موجودة في الاتحاد الكرة، الاتحاد المصري لكرة القدم واللجنة الأولمبية، وهنسعى لده. مش عايز اخبي عليكم طبعا، لازم من حق اولادنا يفرحوا، من حق جمهورنا يفرح، من حق كل الحاضرين يفرحوا. يمكن برضه انا الحقيقه في نجوم كبار شفتهم النهارده اللي هم اساتذتنا وان هم اخواتنا وان هم شفتهم النهارده حاجه اسعدتني جدا يعني. النهارده الكلام ده بقى لاولادنا ولابطالنا ولجهازنا الفني والاداري، النهارده بيطفي النور ده، بيطفي نور موسم فات، بطولتين الحمد لله فاتوا، بكرة الصبح النهاردة يطفي النور، بكرة الصبح نولع نور جديد إن شاء الله بإذن الله. بشكركم جدا وبشكر كل الناس الحاضرين، أشوفكم على خير إن شاء الله كل سنة بإذن الله، كل سنة وأنتم طيبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو احنا يعني لما بنتكلم بنفس اللغه الترفع وقيمه الاهلي وعدم الرد وبتاع ما بنقولهاش يعني من باب التشدق، هي ثقافه، هي موروثات، هي نابعه من تقاليد اتربينا عليها، يقولها رئيس النادي، يقولها اي واحد ينتمي الى النادي الاهلي في كل مناسبه، اكد عليها كابتن محمود الخطيب، ويعني كان موفقا جدا وهو بيعمل فوكس إن في ناس عايزة تفشلك برغبة أقوى من إنها هي تنجح. دي نقطة مهمة جدا. وكمان إن تجيب سيرة كل العناصر في النادي الأهلي بما فيها اللعيبة، تخيل أنت ناس مشغولة لحد النهاردة
بصفقات الأهلي؟ هات لي مرة اتكلمنا على صفقة للزمالك، انه مين بكام ومين عمل مين بكام ومين بيقيم وعمل ايه لحد النهارده، وهم ما فيش يوم يعدي من غير ما يقيموا لاعبتنا واحد واحد، وطبعا كلها تقييمات سلبيه. انا مش قادر وارقام الفلوس اللي بيتكلموا انها صرفت شيء فعلا عجيب جدا جدا جدا، ان في ناس مش بتتكلم على نفسها، مش مشغوله بنفسها، مش مهمومه بوضعها بقدر ما هي مهمومه انها تتكلم عن النادي الاهلي وتهاجم كل عناصره. ولذلك هم بيزودوا صلابه النادي الاهلي وتلاحمه وتماسكه وبيحفزوا لاعبتنا الحقيقه. وانا بقول للعيبه لا، الماتش الجاي فارق ومش سهل ومسؤوليه. طيب الحقيقه يعني في اربع خمس معاني مهمين جدا في الكلمه اللي قالها الكابتن الخطيب، وقالها بعفويه وارتجال يعني دون ترتيب. بس هو كمان الكابتن الخطيب ما كملش الحفل، وبعد ما استلموا الدرع وهنى اللعيبه وشكرهم والجهاز، ظروفه الصحيه ما قدرش يستحمل اكتر من كده، يعني تحامل، لانه انتوا عارفين المشاكل اللي عنده صحيا، وتقريبا هيحتاج الثلاث اربع ايام اللي جايين لراحه تامه، لانه الفتره اللي فاتت بذل مجهود كبير جدا في كل الملفات. يعني هو يومه كده، انا كنت لسه بقول يوم الكابتن الخطيب صعب، وبيقابل كل الناس اللي بيسمع لكل اللي لازم يقابلهم، يعني مثلا في النشاط الرياضي يديله وقته، وبعدين يخش على الكوره يديله وقتها، يخش على الانشاءات يقعد مع الاداره الهندسيه، بعدين الماليات يقعد مع الماليات، وبعدين اذا كان حد عنده مشكله او هم يقعد لا، مجهود جامد جدا جدا جدا، ومن حرصه انه يطمن كل الوعود اللي وعد بيها كرئيس مجلس اداره وهو ومجلسه انها تتنفذ وتحقق الرياضيه. هو حريص على اسعاد الجماهير والمكان اللي فيها النادي الاهلي، وحريص بالاطمئنان على مصطفى عبده، وتقريبا بيدعم الكابتن مصطفى، يعني انت فين؟ الحمد لله ان انت كويس. ايوه ايوه. طيب الكابتن الخطيب هيحتاج راحه الثلاث اربع ايام اللي جايين، وربما يعاود الطبيب اذا كان يعمل حقن ثاني او هيسافر للخارج، لكن نتمنى له يا رب ان شاء الله تمام وسرعه الشفاء. الجمله اللي ليها اهميه جدا اللي بتعكس شخصيه الاهلي، قال لهم بصوا الليله دي احنا منورين نور الحفله، بس هنطفي نور الحفله عشان بكره الصبح ننور نور جديد، تحدي جديد. يعني التحدي اللي كسبناه بالظبط، اقفل بقى الصفحه دي بالظبط، بكره تبدا، ودي للعيبه، وده اللي بيخلي الاهلي دايما عنده هذا النهم في حته البطولات. وانا مبسوط كمان ان والله رب دارت النافعه، يعني تاخر الاحتفال عشان الجهاز الفني الجديد يشوف هذا المشهد والقيمه طبعا رب دارت النافعه. طيب قال كمان في الاشاره الى الجهود السلبيه اللي بتتبذل، وده اللي الجمهور لازم يبقى فاهمه، الاهلي ما بيسيبش حقه، لكن بيعرف ياخد حقه بالقانون باللائحة بالاحترام، مش بأي تدني أو أي خروج أو أي ابتزال أو أي إسفاف أو أي تجريح أو أي تطاول أو أي شيء يخرج عن الحدود العامة والأداب، لكن ما بيسيبش حقه. وقال الأهلي عشان كده حريص على المطالبة بتفعيل اللوائح والقوانين، وده على فكرة بدون اتفاق من اللي انت قلته اللي انا قلت بالزبط. فين يا اخوانا ردودكم على الكلام صحيح والطلبات او تساؤلات او الشكاوى اللي احنا اتقدمت لكم في جهات ملزمه بالرد، تحديدا اتحاد الكوره، اللجنه الاولمبيه، الوزاره. طيب خلاص بنطفي نور الحفله ونبدأ في تحدي جديد مهم جدا. التحدي المهم المباراة الأقرب اللي جاية، لقاء القمة 19 هذا الشهر، الأهلي والزمالك، مباراة
الاهلي والزمالك لو اتقابلوا في اي بطوله، الاثنين شركاء الحركه الرياضيه وكره القدم بالخصوص، في اي مناسبه في اي منافسه يتقابلوا في الاسبوع الرابع، يتقابلوا في نهايه الدوري، مباراه ليها اهميه. اللقاء المبكر افضل؟ افضل افضل افضل، لان ما تقدرش تاجل كره الثلج لما تكبر تبقى قد كده، ها، وتجرف كل ما امامها. انما انت دلوقتي اي فرقه ممكن يحصل اي نتيجه هتتحملها، عندها فرصه للتعويض. انما تحط لي الماتش بقى ان هو في الاخر تو بي اور نوت، لا ما ينفعش. خلي القرعه يعني، هم عشان كده بقول لك يعني صفار او لحد دلوقتي الدنيا ماشيه كويس. ومؤكد طبعا طاقم تحكيم اجنبي، مؤكد ان الكابتن جمال الغندور عنده فرصه من بدري قوي انه يجيب لنا حكم تقيل زي حكم القمه الاخيره باذن الله. لكن الناس اللي اتكلمت على تاجيل القمه والناس اللي ربطت بينها وبين ميعاد مباراه الزمالك، مباراه الزمالك مع بطل السنغال يوم 24، القمه قبلها بخمس ايام. اتحاد الكوره كان علق يافطه كبيره جدا انه مفيش تاجيلات. نفكركم بكلام الاستاذ عمرو الجنايه. جدول للدوري محترم، يمشي في اوقات معينه ويخلص في وقت معين، ويراعي الالتزامات الدوليه والمحليه. هتعملوا ده؟ هلتزم قدامك من اول يوم ان شاء الله. يوم الجدول هنزل اقول يا جماعه الدوري هيبتدي الساعه كذا يوم كذا، وهيخلص الساعه كذا يوم كذا. حضرتك بتقول لي هتعمل دوري في مصر يس يبتدي يوم كذا الساعه كذا ويخلص يوم كذا الساعه كذا؟ موضوع ما فيهوش اي حاجه خالص، ولا كيمياء ولا. وعلى فكره يا عمرو بيه، انا بقول لك اهو يا عمرو بيه، ما احنا بقالنا 20 سنه مش عارفين نعمل الحكايه دي. انا بقول لك انا ملتزم قدامك اهو، مش هحط حاجه صعبه عليا مش هعرف اعملها. خلاص، هو والدنيا يعني حتى التاجيلات هي تاجيلات ظرفيه. يعني إعادة ماتش زمالك وجنريشن فرضت تأجيل، وفرضت تأجيل محتمل آخر. يعني ليه الماتشين إمبي والمقاولين؟ لأن لو الزمالك كسب يبقى هيلعب بإمبي. لا قدر الله لو الزمالك ما وفقش يبقى عنده ماتش في الكونفدراليه، في الكونفدراليه يتعارض مع ماتش امبي، يبقى في الحاله دي هيحصل تاجيل. زي ما حصل ان هو اجبارا ماتش المقاولين، الزمالك والمقاولين محطوط له 23. ما انا بقول لك عشان يعني الماتش هيلعب 24 ما كانش مخطط له. وده اللي كنا بنقوله من السنه اللي فاتت. الاهلي بيقول لك بتاجل لي، ما هو انا عندي ماتش في نفس اليوم عشان كده، او قبليها بيوم. عشان كده لو الناس اللي اتكلمت حتى على المؤجلات، ما هو الاهلي ما كانش بيتاجل له مباريات. الاهلي اتحطت له مواعيد ثبت ان هي تضاربت وتعارضت مع مواعيد افريقيه. الاهلي يلعب في اوغندا وعايز يلعب تاني يوم في اسكندريه، مفيش حاجه منها لراحه الاهلي. المهم، وده موسم معدى لكن كمان الاستاذ عمرو الجنايني لما ساله الاستاذ عمرو اديب، واحنا ليه؟ لانه احنا بنحط محددات عشان بعديها نتكلم. لما قال له طب ولو في حد مش هيلعب ويهدد بالانسحاب، راي اتحاد الكوره ايه؟ نشوفه. كتير بتقول لك الاتحاد اللي فات كان بيخاف لما الاهلي والزمالك يهدد بالانسحاب، انت هيبقى موقفك ايه من حاجه زي دي؟ يعني بيستفزوك يعني؟ انا زي هرد تاني واقول لك لائحه هتطبق على الكل، ولا هنروح يمين ولا هنروح شمال. يعني انت لو جه قال لك اي نادي انت لو ما عملتش كده انا مش هلعب، هيبقى موقفك ايه؟ اللائحه بتقول ايه؟ اللي مش هيلعب هيحصل له ايه؟ بينزل درجه تاني. لا اله الا الله. لو باي؟ عم اقول له ايه؟ لايحه والا انا اللي لا اله الا الله هاخد بعضي وامشي. احنا جايين نطبق ولا جايين نهزر ولا جايين ايا كان النادي؟ ولا ايا كان. ماشي، هو والله هو ده اللي ينجح اي حد. أيوة. واي حاجه يا سيدي استك التزم، الزق في اللوائح، اعمل
اللوائح تغطيك وتخرجك من كل الحرج. فعلا امشي كده يحتار عدوك فيك. وهو الاهلي عايز ايه؟ انتوا بتتابعوا طوال سنين فاتت للكوره. الاهلي يبعت لاتحاد الكوره باستمرار، قول لنا الجدول. الراجل الخواجه اللي عندنا عايز يحط برنامج. الراجل عايز يبقى عارف امتى هيلعب مين. عايزين نعرف راسه. كل خلافات الاهلي ومشاكله بسبب التزم كده. التزم باللوائح. بس حط لي جدول التزم بيه وانت التزم بيه. مفيش مطالب يعني. يعني احترم، حط جدول والزمني انا باحترامه يا سيدي. عشان اعرف راسي من رجليا، عشان الراجل الخواجه او الجهاز الفني اللي موجود يرتب ترتيباته الفنيه ويحط برامجه وافكاره على فترات واضحه قدامه. الاستاذ عمرو قال ايه؟ قال المساله سهله. لائحه هتطبق خلاص خلصت. شوف الكلمه بسيطه قد ايه؟ كانت هي دي مشكلتنا في إدارة كرة القدم السنوات الماضية، ما كانش في إرادة لتطبيق اللائحة. يا أستاذ إبراهيم أما كنت بقول لك كل حاجة كانت بتتفصل يوم بيوم. أيوه. لأن كان في ناس ومراكز قوة جوه الاتحاد لا يروق لها إنها تمشي بالحق، لا لازم تستعرض قوتها وتميل وتستقطب لكن لو كل واحد فيهم اشتغل كعينه مجلس إدارة انه يجتمع عشان يعمل استراتيجيات وملوش دعوه باداره كره القدم. ايه ان مجلس اداره يقعد يدير؟ مفيش مجلس اداره ينزل العمل التنفيذي وينجو ابدا ولا يثمر نجاح. مجلس اداره سياسات وقرارات وفي اجهزه تنفيذيه ما هي هتنفذها بحذافيرها. خلصت. موضوع بسيط جدا. مهما كان يعني يا رب يكمل كده. هنقول له والله كتر خيرك. عنده فرصة ذهبية. عمرو الجنايني والذين معه عندهم فرصة ذهبية. متجردين من حسابات الانتخابات، محدش له فضل عليهم في الجمعية العمومية هي لانتخاباتهم، ما عليهمش فواتير بيسددوها. ومش هينزلوا. ومش هيترشحوا تاني، فالصورة واضحة قدامهم ومواطن الخلل موجودة ومصادر الخطورة معروفة. تقدر من دلوقتي تشتغل عليها. سمعنا على انه في تنقيه للجمعيه العموميه، نتمنى في تجديد للمعايير. هي دي لو عضويات الجمعيه نتمنى هياخد العلامه الكامله. بالظبط. عندك لوائح، طب تفعيلها فين؟ جزء من اللوائح لائحه الانضباط اللي انت بتتكلم عليها. لازم الناس تبقى فاهمه العقوبات اللي بتطلع ضد اللعيبه في المباريات، مين اللي بياخدها؟ لجنه المسابقات ولا ما عندكش لجنه مسابقات؟ عندك إدارة للمسابقات ليها مدير بس ما عندكش لجنة بالمعنى الشامل. فبالتالي لوائح أو العقوبات اللي بتطلع من لائحة الانضباط. طب المرجعية بتاعتها فين؟ لائحتها فين؟ عشان يبقى كل نادي عارف إنه اللعيب بتاعه لما يعمل كذا بياخد كذا. وتسد باب القيل والقال والاتهامات بالألوان. ده درء الشبهات. أنت عارف إن فكرة إن يبقى في إدارة تنفيذية فقط للمسابقات ربما تكون دي الصيغة الأفضل، ويبقى فعلا لجنة الانضباط هي المنوط بها العقوبات اللي على الأحداث داخل وخارج الملعب بقى. أيوه بس اديني لائحة. إنما إدارة بالظبط كده. أنا عندي وحدها. ما أنا بقول لك أنا إدارة المسابقات عبارة عن لوائح. إحنا ما كنا بنجتمع كان واحد ساعات يستغرب هو المناقشة فيه إيه؟ يا جماعة الحدث بيقول كذا واللائحة بتقول كذا خلصت. مش عايزة مناقشة. لكن هي تملي الالوان هي اللي بتخليك تخش في الجدل والمواءمات. عشان كده رائع جدا ان انت تقول لي هحط مواعيد ثابته للجدول. ورائع جدا ان انا اقول مفيش تاجيلات. النادي اللي هيلعب مباراه خارج الارض له 4 ايام قبل مباراته المحليه. ولو داخل الارض له 3 ايام فقط. نتمنى ده يمشي على الكل وصدقوني. الاهلي هيكون اكثر الناس حرصا وسعاده بانه ده يتطبق لانه فعلا هيبدا يشتغل على اسس واضحه. لكن الكلام اصله الاهلي اللي بيعترض، الاهلي ما بيعترضش. الاهلي عايز دايما وابدا في نظام ثابت يلتزم به الجميع، بس قبل ما تلزمني بيه الزم بيه الاطراف الثانيه. قبل ما تقول لي في لائحه هتطبقها على الكل، قبل ما بتقول لي ان انا هرس الانضباط والالتزام ورينا. وهكذا. دي اختبارات جادة وحقيقية.
زي التحكيم. احنا كلنا حريصين جدا على دعم التحكيم وعارفين ان الحكم بشر، بس ما اللعيبه دي بشر برضو. لما لعيب يتزق كده زق جوه ال 18 بكل الوضوح والحكم وراه ما يصفرش، زي ما بقول الحكم بشر وارد انه يخطئ. طب واللعيب ده ما هو بشر، لا ويحسب في نفس والإداري بشر والمدرب بشر عليك يعني فبالتالي الخطأ لما يبقى فادح قوي وواضح قوي يحتاج لتفسير، ويحتاج لتفسير ايا كان مين اللي مرتكبه ولصالح مين. ده ممكن يحصل لصالح الاسماعيلي، لصالح الاتحاد، لصالح الاهلي، لصالح الزمالك، او على اي حد من دول. بس في النهايه تبقى اخطانا حتى واحنا بنلتمس العذر للحكم على انه بشر، يبقى الخطا اللي يلتبس على اي حد، الخطا اللي الناس تحتار فيه، الخطا اللي استوديوهات التحليل التحكيميه تعرضه مره واتنين وتلاته عشان تفتش فيه وتحاول تستقر على راي، لكن ما يبقاش فيه راي او في خطا واضح جهارا نهارا للعيان والحكم ما يصفرش، والناس ما تحسش انه محمد عادل اتعاقب، والناس ما تحسش انه لجنه الحكام طلبت منه تفسير للي حصل، لانه على الاقل كلجنه حكام اقول للحكم اديني تفسير انت ما صفرتش ليه؟ اديني تفسير يديني المعنى انه ده مش هيتكرر تاني. اديني تفسير ان انا اكون واثق ان الحكام بتوعي الصفاره ما بتهتزش في بقهم، انهم حريصين فعلا كرجال عداله انه هيقدر يفرض القرار والقانون على الجميع. هو ده لجنه الحكام من النقاط المهمه اللي مطلوب اصلاحها يا باشمهندس. هي شوف طبعا التحكيم ده هيظل ملف وفي كل العالم يعني، بس كنا نتمنى برضو زي ما انت بتقول كده ان احنا نشوف نتيجه بتقول ايوه هيكون في ثواب عقاب او تفسير، لان نفس يعني الكابتن جمال انا متاكد واثق ان هو نفسه يطور الدنيا وبيدي فرص دلوقتي، وممكن نقول التحكيم بشكل نسبي افضل ما عدا المباراه بتاعه محمد عادل اللي هو قفل الموسم اللي فاتت كويس جدا، لكن الماتش ده سيظل علامه استفهام واستنكار. علامه استفهام واستنكار، وعلى الاقل يتقال ده حصل ليه، علشان فعلا نقدر يكون عندنا ضمانات حقيقيه للتحكيم السنه دي. الدوري بلا شك واخد زي موضوع المنشطات، كويس ان انا افتكرت اكلمك في ده. ملف المنشطات في الدوري المصري موقفه ايه؟ مش كانوا قالوا هناخد منشطات؟ انا متاكد ان الدوري ده الترامادول للركب عامر بالمنشطات، الترامادول في الدوري بقول لك للركب. احنا عندنا مدربين اعترفوا بالكلام ده. في اعترافات وفي مستويات بدنيه بتبان طبعا مؤشراتها مش طبيعيه. وبعدين الخطوره فين؟ زي مصيبه الاثقال. ده الاثقال دي يا اخي، هو احنا مش مكتوب لنا نفرح؟ هو احنا كل من راهن على بطل لازم يخلصوا لنا عليه؟ ايهاب عبد الرحمن، وبعدين دلوقتي ايهاب عبد الحميد، ايه حكايه ايهابات دي؟ محمد ايهاب بس. محمد ايهاب ما عندوش منشطات، هي القصه فين؟ هو ما عندوش بس هتحرم، هو ضحيه المنشطات، لانه هي الكارثه فين؟ احنا عندنا من سنتين عقوبه ماليه ضد الاتحاد علشان في منتخب ناشئين ثبت فيه 7 حالات، خدنا عقوبه 120,000 دولار على ال7 حالات بتوع الناشئين، تقاعس الاتحاد على السداد، فضلت المساله، استنفذت المهله، رحت تشارك في بطوله العالم، روح انت وهو، انتوا ما ينفعش تشاركوا، ليه؟ اتحادكم موقوف، ليه ما دفعش ال 120,000 دولار؟ يا نهار ابيض. فرجعت البعثه من تايلاند، المهله انتهت، ففي اجتماع للاتحاد الدولي، قال لك بسرعه الاتحاد هيروح يقدم تظلم ويطلب مهله للسداد. وقعد وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي معاهم على أمل اللجنة الأولمبية تدخل في الموضوع وتحاول تسدد، بينما إحنا عمالين نترجى في الاتحاد الدولي للأثقال يدينا استثناء إن إحنا نسدد الغرامة
اللي المهله بتاعتها خلصت انفجرت قنبله من المغرب. خمسه. إيه؟ قال لك خمس حالات بينهم ساره سمير البطله الاولمبيه. يا خبر ابيض. وبعدين تسمع الدكتور اسامه غنيم يقول لك الخمس حالات ماده واحده اللي هم واخدينها. ما يفيد ان التنشيط منظم. في خطأ عام على الجميع. وحالات اخرى محتمله لانه الخمس عينات دول اللي جم بقيه العينات لسه ما جاتش. فاذا كان في خمس عينات اي اتحاد في دوله في الاثقال او في المنشطات في روسيا لا اي خمس حالات في الاتحاد، الاتحاد يتوقف ثلاث سنين عن اي مشاركه ويدفع 120 الف دولار غرامه. فانت مبدئيا عندك خمسه وعليك سبعه، يعني عندك لغايه دلوقتي 12 حاله منشط مش يوقفوك ثلاث سنين يودوك في اللومان. اللجنه الاولمبيه عملت اجتماع طارئ عشان اكمل لك. الاستاذ محمود محجوب رئيس الاتحاد طلب تجميد نشاطه هو بنفسه، خدوا قرار بتجميد الاتحاد وشكلوا لجنه اولمبيه لاداره الازمه واداره الاتحاد اللي هو اتقفل خلاص. طبعا محمد ايهاب ضحيه لانه ممكن هو قال انا مش بعد ما اشيع ان هو هيشارك تحت العلم الاولمبي في طوكيو قال لك لا مش هلعب الا تحت علم مصر. والوزير تعهد النهارده انه لو مش هيكون له حق انه يشارك هيمسكه منتخب مصر. يعني يمسك مدرب. وبعدين؟ خلاص. يا فرحتنا. بطل عالم وعنده رقم قياسي عالمي. ولان مش هيشارك لمده اربع سنين. انت موقوف كاتحاد. عشان كده يا جماعه فوضى الاثقال واللي حصل فيها لازم يلفت الانتباه للكوره. عندنا انديه بتشارك خارجيا بس المستويات البدنيه العامه. وانا بندهش جدا يا استاذ ابراهيم، حاجه هتتمسك فيها. ايه الاستهتار ده؟ يعني هو الناس اللي بتدي انت عارف ان هم يعني في ناس مسؤوله هي اللي بتتاجر في المنشطات وهي اللي بتديها للعيبه. صحيح. لا ده فيها كوارث كتيره هذا الملف، مدربين متورطين فيها. للاسف دهمنا الوقت في ليله الاهلي هو البطل فيها بين الامس واليوم وغدا ان شاء الله. سلام للاهلي، دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا. وعلى خير نلتقي في 11 مساء الاثنين القادم ان شاء الله. سلام للاهلي بطل الدوري والفنانه ليلى نصبي.